السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا النهاردة في محاضرة جديدة من محاضرات التنمية البشرية. النهاردة معانا موضوع مختلف عن كل مرة. النهاردة هنتكلم عن المفاتيح، بس هنتكلم عن مفاتيح من نوع خاص، هنتكلم عن مفاتيح النجاح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 10 مفاتيح لاستخدامهم أقدر أفتح أي باب للنجاح إن شاء الله. برحب بكم وبرحب بكل الناس اللي بتحضر معانا دايما متقدرين في محاضرات التنمية البشرية. يا رب تكونوا يعني بتستفادوا من خلال المحاضرات اللي احنا بنعملها، علشان خاطر يعني نحاول من خلال التنمية البشرية، خصوصا في الأحداث اللي احنا بنمر بيها في مصر وفي كل البلاد العربية وفي كل العالم، من تطورات في الأحداث بشكل مستمر. احنا محتاجين دايما وعينينا دايما ان شاء الله على النجاح. طيب خلينا نبدأ النهاردة المحاضرة ونتكلم عن مفاتيح النجاح. ازاي يكون عندي مفاتيح موجودة معايا باستمرار من خلالها اقدر اكون طيب تعالوا نبدأ يعني بسرعة كده مع بعض ونتعرف على المفاتيح اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. أول مفتاح معانا هو مفتاح الدوافع. مفتاح الدوافع زي ما احنا هنشوف هو اللي من خلاله نقدر نتكلم على ان هو المحرك للسلوك الإنساني. تاني مفتاح هيكون معانا النهاردة هو الطاقة، اللي هي بالنسبة لنا هي وقود الحياة. كمان هنتكلم النهاردة في مفاتيح النجاح عن المهارة، وازاي ان المهارة هي بستان الحكمة اللي من خلاله اقدر اكون انسان حكيم بالمهارات اللي موجودة عندي. طيب كمان هنتكلم في من خلال المفتاح الرابع، هنتكلم عن التصور. ازاي يكون عندي تصور، لان التصور هو ده الطريق اللي بنسلكه من خلال وصولنا الى النجاح. كمان في المفاتيح النهاردة هنتكلم الفعل، وازاي ان الافعال هي الطريق للقوة. الفعل هو الطريق اللي بيوصلني الى اني اكون انسان قوي علشان اكون انسان ناجح. في المفتاح السادس النهاردة معانا هنتكلم عن التوقعات، وازاي ان التوقعات بنستخدمها في الوصول الى الواقع. يعني من خلال التوقعات اللي نقدر نتوقعها سوا مع بعض النهاردة، يكون عندنا الطريق اللي نوصل بيه الواقع اللي احنا عايزين نعيشه او اللي احنا بنحلم بيه. طيب كمان هنتكلم في مفاتيح العشر النجاح اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة عن الالتزام، وازاي ان الالتزام هو بذور الانجاز، هو اللي من خلاله بقدر انجز اي عمل بقوم بيه او بيوكل ليا. كمان هتكلم في المفتاح الثامن النهاردة عن المرونة، وازاي يكون عندي مرونة في الافعال والتصرفات. ازاي يكون عندي المرونة في المواجهة للمشكلات وللصعوبات اللي انا بواجهها. كمان هتكلم النهاردة في المفتاح التاسع عن الصبر، وازاي ان الصبر هو مفتاح الخير. ازاي من خلال الصبر اقدر اوصل لاي حاجة انا عاوزها. ازاي من خلال الصبر اقدر استنى واقدر اتحكم واقدر اسيطر على اللي انا بتمناه. طيب كمان هنتكلم في المفتاح الاخير النهاردة عن الانضباط. ازاي يكون عندي انضباط في ذاتي، علشان الانضباط هو اساس التحكم في الذات. الانضباط هو الاسلوب والطريقة اللي بوصل بيها بالتحكم الكامل في التصرفات وفي الافعال. طيب علشان نبدأ بسرعة، عشان احنا قدامنا كلام كتير ومفاتيح كتير هنتكلم فيها النهاردة، تعالوا نبدأ النهاردة بأول مفتاح، نتكلم عن الدوافع. وزي ما احنا قلنا ان الدوافع هي السلوك اللي بيحرك الإنسان. يعني تعالوا كده نسأل بعض واحنا موجودين مع بعض دلوقتي، احساسنا ايه لما بنعمل حاجة واحنا ما عندناش رغبة فيها، او يعني بنعمل حاجة مش عاوزين نعملها. تعالوا اسألكوا كده، لما بعمل حاجة، لما بكون بعمل عمل او بأؤدي عمل او بأؤدي مشكلة او فعل انا بقوم بيه وانا ما عنديش رغبة فيه. يعني مثلا انا بشتغل وانا ما عنديش رغبة في العمل،
انا بذاكر وانا ما عنديش رغبه في المذاكره، انا بروح وانا ماليش رغبه ان انا اروح، او بعمل حاجه ماليش رغبه فيها. تعال اسالكم كده، احساسكم ايه لما بتعملوا حاجه ما عندكوش رغبه فيها؟ مروه بتقول بكره العمل ده. طيب ما هو طبعا ما دام انا ما عنديش رغبه في حاجه يبقى هكرهها. طيب ايه كمان؟ احمد سمير بيقول بكره العمل وبيتخلق الكسل. تمام. محمد بيقول عدم النجاح، عدم نجاح العمل. زوسة بتقول مش بعمله كويس. همسة بتقول بعملها بدون اتقان. واسماء بنعمله بزهق وبالعافية. نجلاء بتقول بعمله بلا اتقان. دكتور محمد بزهق بسرعة. محمد بيقول بعمله بالحد الادنى ليه، يعني كفايه عليكم كده. ميشيل مش هيطلع كويس، صار مش هيبقى فيه اتقان في العمل. احمد سمير عدم التقدم في العمل. طيب تمام. ايه كمان؟ ريهام بتقول اكيد مش بتقنه غير لما انا بحب العمل ده هتقنه هعمل. طيب اسراء بتقول عدم الاحساس بالاتقان في العمل. طيب تمام. ايه كمان؟ ايه كمان بتحسوا بيه لما بتعملوا حاجه ما عندكوش رغبه فيها؟ طيب احمد بيقول هيبقى سبب تعاسه ليا. اميره بتقول بكره العمل بس لازم اعمله. ابراهيم بيقول رغما عني. طيب وسيم بيقول ما فيهاش متعه. تمام. احنا بنقول اسباب يعني فعلا قريبه جدا من اللي انا هقوله دلوقتي. وليد بيقول احب ما تعمل لكي تعمل ما تحب، ومنها هنقدر نتقن العمل ده اللي انت عايز تقوله. دكتور محمد بيقول بعمله من غير نفس وبالتالي مش هبقى مبسوط وانا بعمله. تمام. ندى عادل بتقول بحس اني ماشيه في الاتجاه العكسي لاهدافي وبكون حزين. تمام يا ندى. احمد بيقول توقف الابداع. طيب شيماء بتقول انا ما بعملهاش اصلا. تمام. يعني لما بيكون عندك حاجه او شغل او حاجه مكلفه بيها ما عندكيش رغبه فيها ما بتعملهاش اصلا. طيب نجلاء بتقول ما يمكن ابدع فيه. طيب ايه كمان؟ ايه كمان بتحسوا بيه لما بتيجي تعملوا حاجه ما عندكوش رغبه فيها؟ اسراء بتقول مش هيبدع في العمل. جهاني بيقول لم نصل لدرجه الابداع. نور السلام عليكم. وعليكم السلام يا نور. الدكتور محمد بحس اني مش لاقي نفسي بقى. إسراء بتحس بالدرجة الخطيب تدريجيا مش هعمله. محمد بيقول هيت اند ران. تمام يا محمد. طيب دي تقريبا يعني معظم الشعور الإنساني في حالة إني بعمل حاجة أنا ما عنديش رغبة فيها. علشان كده هتتفقوا معايا إنه لما أقول إنه أول مفتاح موجود معانا النهاردة هو انه يكون عندي دافع، ان يكون عندي حاجة بتدفعني اتجاه العمل اللي احنا بنسأل فيه ده. يعني لما بنقول انه الدافع بالنسبة لي هو اني انا بشتغل علشان خاطر مثلا املك المال، هو دافع. بقول مثلا انا بشتغل علشان خاطر الاقي نفسي. لما بقول انا بدرس علشان خاطر اكون انسان متفوق واوصل من خلال اول سلمه من سلالم النجاح، ده دافع. لما اكون مثلا بشتغل علشان خاطر محتاج افتح بيت يكون عندي اسره واولاد، ده دافع. لما بكون بشتغل علشان خاطر انا بحب المهنه او بحب المجال، ده دافع. يعني الدوافع كتير، لكن لما بكون بعمل عمل بدون رغبه وبدون دافع بيخرج زي بالظبط ما انتوا كنتوا بتجملوا دلوقتي في الوصول للاجابه على السؤال، هو ان احنا بنعمل الحاجات، احنا بنعمل العمل ده واحنا مش حابينه او مش مبسوطين بيه او حاسين ان احنا بنعمله تقضية واجب او بنعمله بعدم اتقان. يبقى احنا فعلا دلوقتي متفقين انه الحاجة الاولى والاهم في مفاتيح النجاح عشان اكون انسان ناجح لازم يكون عندي الدافع والقوة والحماس والطاقة علشان اقدر اعكس ده على العزيمة اللي بيها اقدر انتج واقدر اركز واقدر اقاوم واقدر اخرج نتيجه هي دي اللي انا بتمناها او عايزها. احمد سمير بيقول انه
نحدد هدف نحب نوصله للعمل ده. طيب احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي يا احمد، احنا بنسال دلوقتي لو احنا بنعمل عمل ما عندناش رغبه فيه او ما عندناش الدافع اللي بيخلينا نعمل العمل ده. نور بتقول انا لو بعمل حاجه بدون دافع ممكن ادور على اي حاجه تخليني احبه علشان اقدر اعمله، وخاصه لما يكون عندي دافع ان اعمله. لا، ما هو انت دلوقتي يا نور لو عندك دافع انك تعمليه مش هتضطري ان انت تدوري على حاجه تحبيها عشان تخليكي تعمليه. انما انت دلوقتي عديت المرحله دي، يعني انت دلوقتي ما دام وصلت لحاجه، وصلت لان انت بتدوري على ان انت عندك دافع انك تعمليه، انت مش محتاجه انك تدوري على حاجه تخليك تحبيه. طيب مينا بيقول بس هو ما فيش عمل اصلا، اللي عنده عمل يحمد ربنا وده يبقى اكتر اكبر دافع. طبعا مينا احنا مش بنتكلم على العمل بشكل خاص، لكن احنا بنتكلم على كل حاجه في الحياه. احنا بنتكلم على الشغل، بنتكلم على الدراسه، بنتكلم على الحياه اليوميه، على الحياه اللي احنا بنعيشها مع الاصدقاء، مع الزملاء في العمل او في الدراسه او مع الدكاتره، مع اي حد. يعني اي عمل بالانجلي، لو حد مثلا قال لنا يعني استاذنك ان انت تتحرك دي معايا من هنا لهنا وانا ما عنديش رغبه ان انا اعمل كده، فبالتالي انا بعمل ده كده يعني بدون. لكن لما حد بيقول لي ده وانا عايز فعلا اساعده وانا عايز فعلا اقدم له نصيحه، انا بعمل كده بدون تردد. سوسه بتقول انا بمل بسرعه رغم اني بيكون عندي شغف كبير للحاجه دي. طيب ما هو ما دام عندك الشغف يبقى انت عندك الدافع، لان الدافع والحب والاصرار والعزيمه والاراده كل دي دوافع بتخليني اعمل العمل ده. لكن لما بعمله بدون دافع اللي هو الحاجات اللي انت بتقوليها دي جزء منها، بالتالي بحس ان انا الطاقه اللي عندي اللي محتاجها علشان اعمل العمل ده بتكون ضعيفه جدا. طيب همس بتقول ممكن عمله من اجل ارضاء الضمير فقط. قصدك يعني لو انا بشتغل شغل انا ما بحبوش لكن انا محطوط في شغل ولازم اعمله كويس فلازم ارضي ضميري واطلعه بافضل شكل ممكن. طبعا بس هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل يا همس عشان اقول لك ازاي تعملي الموضوع ده. طيب عاطف بيقول لابد من وجود الدافع كي تكون ناجحا. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على المفتاح الاول من مفاتيح العشر للنجاح اللي احنا اتفقنا عليها من الاول خالص، وقلناها بشكل سريع، وهنمسك مفتاح مفتاح نتكلم فيه بالتفصيل مع بعض. مستر شاني بيقول بدون الدافع لا يكتمل العمل. طبعا ده حقيقي. ريهام الدافع وسيله كوسيله كامله. تمام، بالاستمرار في العمل وبدون دافع يبقى الامل ضعيف. ساره بتقول اللي ما عندوش دافع انا افضل ما يعملش العمل ده لانه هيظلم نفسه ومكانه والمجال اللي هو بيشتغل فيه. ده حقيقي يا ساره، بس هنشوف دلوقتي ازاي نعمل ده. اميره بتقول بدون دافع ببقى محبطه جدا ومكتئبه. طبعا ميشيل، هو في فرق بين الدافع والهدف؟ طب تعالى نشوف دلوقتي يا ميشيل، وهجاوب دلوقتي على السؤال ده. احد بيقول الدافع وسيله للوصول الى الهدف. طيب روجي حسن بتقول بحس بضيق ده لو عملته اصلا. طبعا كل الكلام اللي انت قلته ده حقيقي، وكل ده شعور واحساس نابع من نفسي كده من الداخل، بيخرج نتيجه اني بعمل حاجه مفيش حاجه بتزقني ان انا اعملها. يعني لو انا دلوقتي حد طلب مني اني احرك حاجه ماليش اي دافع ولا اي رغبه ولا اي هدف من اني احركها، يبقى بالتالي هشعر دايما بكل الاحساس اللي انتوا قلتوه ده. يبقى علشان تتحكم في الدوافع لازم يكون عندنا قوه في الرغبه اللي بتدفعنا، وبالتالي بتخلينا نتصرف. مايكل مش ميشيل. طيب طيب يا مايكل، ان الرغبه هي اول قاعده للنجاح، وسر النجاح هو الرغبه المشتعله. دايما الانسان الناجح دايما اللي بيكون عنده رغبه في انه ينجح، بيكون عنده رغبه في انه يطلع الشغل اللي هو بيعمله ده بافضل شكل ممكن، بيطلع الحاجه اللي مطلوبه منه على افضل على افضل شكل وافضل طريقه ممكن تطلع بيها. علشان كده دايما بنصر على انه الدافع هو من اهم الحاجات او من اهم المفاتيح اللي لقيناها موجوده في كل الاشخاص اللي نجحوا. يعني اسال ودور على اي شخص نجح في الدنيا هتلاقي ان هو نجح من خلال وجود عنده دافع خلاه وصل للحاجه اللي هو كان نفسه فيها. طب خلينا نتكلم عن انواع الدوافع. الدوافع ليها انواع. في 3 انواع مهمين جدا للدوافع.
الدافع الأول هو دوافع الدوافع التاني هي الدوافع الخارجية، تالت حاجة هي الدوافع الخارجية. طب تعالى نتكلم عليهم بالتفصيل. خلي بالكم إن الدوافع البقاء دي من أهم الحاجات اللي ممكن نلاقيها في الإنسان، لأنه الإنسان محتاج يلبي حاجته الأساسية، زي إنه ياكل، زي إنه يشرب، زي إنه يتنفس، زي إن هو يعيش حياته. كل دي دوافع من أجل البقاء، دوافع علشان يقدر يعيش، علشان يقدر تبقى تستمر. إنما ده النوع الأول، إن الإنسان إنه مفيش إنسان في الدنيا يختلف على إنه لازم يبقى موجود في حياته، لازم يكون عنده دافع من أجل البقاء، وده تعتبر القاعدة الأساسية من هرم من الاحتياجات اللي بيحتاجها كل إنسان في الدنيا. اللي ساعات بيكون عنده دافع إنه يسرق عشان يشتري أكل ويعيش وياكل، ساعات بيكون عنده دافع إنه يرتكب بعض الجرائم علشان يوصل للبقاء، لأنه دي حاجته الأساسية، محتاج إن هو يشبع رغبته. علشان كده دايما أطفال الشوارع ما بيلومهمش على اللي هم بيعملوه او اللي هم وصلوا فيه، لان هم اكتر ناس ما عندهمش الحاجات الاساسيه، علشان كده دايما بيعملوا بيرتكب الحاجات دي من اجل دافع البقاء. طيب بعد كده تعالوا نتكلم عن الدوافع الخارجيه، اللي هي الحاجات اللي بتكون خارجه عن ارادتنا. احيانا مثلا من خلال الاصدقاء او افراد العيله مثلا، او محتاجين ان احنا نرضي طرف تاني، او محتاجين ان احنا نرضي الناس، او ان احنا نرضي المدير بتاعنا، او نرضي الدكتور عندنا في الجامعه، او اصدقائنا، او يعني الناس المحيطين بينا. كل دي دوافع خارجيه احيانا بيعتمد عليها الانسان اعتماد كبير جدا علشان يشعر بتقدير الناس اللي حواليه بيه، فبالتالي بيكون عنده دوافع للناس اللي محيطين بيه، مش بالضروره انها تكون عايده عليهم، لكن في الاخر هو بيشعر بتقدير الناس حواليه. طيب في بعد كده الدوافع اللي بنحتاجها بشكل قوي، اللي هي الدوافع الداخلية، اللي هي بالظبط هي السبب في أن يقوم الشخص العادي بعمل أشياء أعلى من المستوى العادي علشان يصل إلى نتائج عظيمة. دي القوة اللي إحنا بنتكلم عليها، اللي هي القوة اللي جوه كل إنسان فينا، اللي هو مثلا لما يبقى يلاقي نفسه معرض للخطر، لقى تعبان مثلا، او في حاجه هتقع عليه، او متعرض لخطر، او متعرض لمشكله، بيلاقي عنده دوافع داخليه، هو بيبقى عنده الدوافع دي من اجل ان هو يحل مشكلته اللي موجوده دلوقتي بشكل عاجل وسريع. فبالتالي تفضل عندنا ثلاث انواع من الدوافع: من اجل البقاء، والدافع من اجل الدوافع الداخليه، والدوافع الخارجيه. طيب احنا دلوقتي تقريبا بنتكلم عن اهم مفتاح، علشان كده انا حطيته المفتاح رقم واحد، المفتاح اللي هو بيتكلم عن الدافع، ازاي يكون الانسان عنده دافع داخلي علشان يقدر يعيش، يقدر يتنفس، يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يعيش حياه افضل، يقدر يتعامل مع الناس اللي حواليه، يقدر يرضي المحيطين بيه. علشان كده الدافع هو من أهم المفاتيح اللي بيمتلكها الأشخاص الناجحين. طيب المفتاح التاني من مفاتيح الحياة، الطاقة دي هي اللي بتخلينا نتحرك، هي اللي بتخلينا عندنا صحة، هي اللي بتخلينا نقدر نعيش، نقدر نتنفس. علشان كده الرجل الحكيم هو الذي يعتبر أن الصحة هي أعظم نعمة. الصحة اللي الإنسان يكون بياكل كويس وبيشرب كويس وعايش حياة كويسة، هي دي أعظم نعمة المفروض نشكر ربنا عليها. طيب خلي بالكم إنه الإنسان لما بيكون عنده طاقة عالية، أو بيكون عنده درجة حماس مرتفعة، تخليه يهد جبال، بتخليه يتولد عنده كمية كبيرة من الطاقة اللي تخليه يعمل أي حاجة في الدنيا. عشان كده نسمع دايما اللي أصبح عنده دافع وطاقة خلته يطلع ارتفاعات عالية من الجبال، يعدي مسافات كبيرة من في السباحة في البحار، أو يقدر إن هو يعيش تحت أو ينزل تحت المية فترات طويلة، أو يطلع وينط من خارج الغلاف الجوي. طبعا سمعنا عن القصص دي كتير جدا، وشفنا
امثله كتيره جدا، ناس نجحت وناس وصلت لارقام قياسيه حققوها في موسوعه جينز. طيب الحماس اللي بيخلي عندنا الطاقه العاليه ده هو ده اللي بيخلينا نقدر نعمل المستحيل، هو ده يقدر يخلينا نسهر طول الليل ما ننامش عشان خاطر ورانا حاجه، ورانا حاجه محتاجين نعملها، او مثلا محتاجين ان احنا موكلين بمهمه المفروض ان احنا نطلعها على اكمل وجه. عاطف اياكم مرصود طاقه تقصد ايه؟ انا مش فاهم يا عاطف. طيب صابرينا بتقول بس يا دكتور اكيد الحماس لوحده مش كفايه، احنا لسه ما كملناش، احنا لسه في المفتاح التاني، لسه بنتكلم، لسه ما اتكلمناش غير عن الدافع واتكلمنا عن الطاقه، لسه هنجيب بقيه المفاتيح العشره للنجاح ان شاء الله تقدري من خلالها تعرفي ايه هي كل المفاتيح اللي المفروض تكون موجوده عندك علشان تكوني من الناس او الشخصيات الناجحه. ريهام بتقول فعلا الامال والدافع كتيره والاحباطات اكتر. طبعا ما هو طول ما احنا بنستسلم للاحباط عمرنا ما هنقدر نعمل حاجه يا ريهام، لازم يكون عندنا الدافع اللي بدون احباط، لو كل واحد فينا استسلم للاحباط عمر ما حد من خلال الدافع بتاعه يقدر يعمل حاجه. سوسن بتقول انا محدش بيحبطني الا الناس اللي حواليا. لسه كنت بقول انه الانسان اللي بيستمع للي حواليه وبيديله ودانه وبيخليهم ياثروا فيه عمره ما بيقدر يعمل حاجه، لكن الدافع شيء جميل بس لازم نتحكم، لازم بتحكم وبواقع زي ما بتقول. شيماء بتقول المعوقات بالنسبه لي اكبر مني. طبيعي جدا لازم نلاقي معوقات يا شيماء. اي انسان في الدنيا لازم تحصل له المعوقات ولازم تحصل له الصدمات ولازم تحصل له المطبات علشان يقدر في الاخر يقدر يعيش. احكي لكم القصه تاني بتاعت الراجل اللي هو بيحب ينام تحت الشجر، وبعدين في يوم من الايام وهو نايم تحت الشجره قام لقى شرنقه موجوده على الشجره. عارفين الشرنقه؟ الشرنقه اللي هي المرحلة اللي هي قبل تكون الفراشة على طول. وبعدين الراجل قعد يراقب الشرنقة دي، قعد يراقب الفراشة دي ويشوف ايه اللي هيحصل لها. وبعدين قعد مراقب الشرنقة فترات طويلة، ساعة واتنين وتلاتة، مستني يشوف هتخرج ازاي، مستني يشوف ايه اللي هيحصل، بتخرج ازاي او بتتكون ازاي. وبعدين هو بيراقبها كده لقاها مش عارفة تخرج، لقاها مش عارفة تعمل ايه. فالراجل قرر ان هو يساعد الفراشه، فراح جاب الشرنقه وجاب موس وفتح الشرنقه خرج الفراشه. تفتكروا ايه اللي حصل للفراشه؟ الراجل جاب الشرنقه وجاب موس وفتح الشرنقه وطلع الفراشه، تفتكروا ايه اللي حصل؟ ماتت. دكتور محمد بيقول ماتت، مروه بتقول ماتت، مايكل بيقول مش هتطير، شيماء بتقول ماتت، اكيد ماتت، ماتت. لسه ما اكتملتش، ارحمها. ضعيفه طبعا. انا اصبحت عاجزه عن الطيران، دعاء عاجزه. تمام. تفتكروا ايه اللي حصل للفراشه؟ ماتت، كانت طيبه، كانت بنت حلال. ايوه. طيب هو اللي حصل ان الفراشه ما طارتش فعلا. ليه بقى؟ لانه احنا اكتشفنا انه قوه اجنحه الفراشه على الخروج من الشرنقه هي بتساوي بالظبط هي قدره اجنحه الفراشه على مواجهه الطيران. بالظبط يا اميره، زي ما بتقول اميره، الفراشه ما قدرتش تطير لان قوه مقاومتها للهواء هي بتساوي نفس مقاومتها للخروج من الشرنقه، فمعنى كده انها لسه ما عندهاش القدره على الطيران. بالظبط، ده حقيقي. طول ما احنا ما حصلناش المقاومه والقوه ومواجهه الاحباطات ومواجهه الصعوبات ومواجهه المشاكل، هيفضل عندنا عدم القدره على الطيران، هنفضل دايما زي الفراشه بنحاول ان احنا نطير. لازم نقابل المطبات دي، لازم نقابل الصعوبات دي، لازم نقابل كل اللي احنا بنقابله في حياتنا ده علشان نقدر نعيش، علشان نقدر نقدر نكمل، نقدر نواجه الحياه ونواجه الدنيا. طيب ممكن نصنف الناس كده الى 3 انواع. النوع الاول هم الناس اللي نجحوا، الناجحون في جميع النواحي، دول بيعملونا باجتهاد واذكياء،
دول بيناموا صح وبيمارسوا رياضة وبيتعلموا صح وبياكلوا صح وبيقضوا وقت كويس قوي مع العيلة، دول بيعملوا كل حياة بشكل متوازن بشكل صحي. ده النوع الأول من الناس اللي هم الناجحين في كل مجالات الحياة، اللي هم ناجحين في المجال الأسري والمجال الاجتماعي والمجال العملي العلمي والعملي والمهني وكل حاجة. النوع الأول من الناس. في نوع تاني من الناس زي ما احنا شايفين كده، ده هو بيتركز نجاحهم على شغلهم او على هدف رئيسي هم حاطينه في حياتهم. يعني تلاقي كده ناس ناجحه مثلا في شغلها ومش ناجحه في بيتها، او مثلا ناس ناجحه ماديا على حساب حاجات تانية عندهم زي الحياة الاجتماعية زي الأسرة وزي العيلة وزي الأصدقاء والزملاء. ده النوع التاني من الناس اللي هو بيركز نجاحه على عمل معين او على هدف معين، ويسعى دايما باجتهاد انه يتوسع في العمل ده او انه يكون ثروات او انه يفضل طول عايش طول حياته بيتعلم. يبقى النوع التاني من الناس هو اللي بيتركز نجاحهم على عملهم. طيب النوع التالت من الناس ده اللي عايش حياته كده، يعني ماشي في الحياة كده، يعني كلمة توديه وكلمة تجيبه، يعني صحابه هنا ياخدوه في حتة وبعدين شغله هنا ياخده وبعدين يسيبه ويروح شغل تاني، وعايش طول حياته كده مقضيها زي ما بيقولوا كده بالطول وبالعرض. يعني ممكن ياكل وممكن لا، ممكن ياخد وجبات سريعة كده وبيتفرج على التلفزيون، ممكن يشتغل ومش فارقة معاه ان هو يشتغل شغل كويس او لا، مش فارقة معاه ان هو ينجح ولا لا، مش فارقة معاه ان هو يعيش حياته صح ولا لا، مش فارقة ان هو يبقى صحته كويسة ولا لا. دول ثلاث انواع من الناس، هرجعهم تاني كده مع بعض. النوع الاول اللي هو انسان اللي ناجح في كل مجالات الحياة، اللي بيحرص على انه يكون ناجح في كل النواحي، اللي هو بيحاول يتعامل مع كل حاجة بتقابله في حياته بذكاء واجتهاد. النوع التاني من الناس اللي بيرتكز نجاحه على مجال معين او على عمل معين، وبيسعى دايما انه يؤديه بنجاح في هذا النطاق في هذا المجال فقط. اما النوع التاني من الناس هو ده اللي عايش حياته في حلقة مفرغة، اللي بالنسبة له الحياة بيقضيها بالطول وبالعرض، مش فارق ان هو يشتغل او ما يشتغلش، او يكون انسان ناجح او ما يكونش، او يكون انسان اجتماعي او ما يكونش. طيب انتوا انهي نوع من الناس؟ كل واحد فيكم كده هو انهي نوع من تصنيف الناس الثلاثة؟ احمد، كيف يصلح ايه، كيف يصلح حاله من النوع التالت ده؟ ما احنا هنكمل، احنا لسه ما قلناش حاجة، احنا لسه في المفتاح التاني يا احمد، احنا لسه اتكلمنا بس عن الدافع واتكلمنا عن الطاقة لسه ما كملناش فيها. احمد بيقول انا النوع التالت، جهيني بيقول انا النوع التاني، محمود النوع التاني، نور النور النوع التاني، محمد دكتور محمد التاني، محمد التالت، نجلاء حلمي التاني، اسلام التاني، محمد بيقول انا ميكس. ميكس بقى بين ايه وايه؟ بين انهي نوع والتاني؟ الاول والتاني، ولا التاني والتالت، ولا الاول والتالت؟ ندى عادل النوع التالت، مستر شارم النوع التاني، عبير حمدي النوع التالت، شيماء النوع التاني، محمد النوع التاني، محمد برضه النوع التاني، نور النوع الأول بس بفشل في بعض الأوقات. طيب هنشوف يا نور ازاي نتغلب على على باقي الأوقات. نور النوع نور النوع التاني برضه، صابرين أنا خليط التاني والتالت. طيب قولنا ازاي يا صابرين؟ مايا بتقول النوع الاول، ندى عادل النوع التالت، رشا الخطيب انا التلاتة. التلاتة ازاي؟ ما ينفعش التلاتة. لو انا من النوع الاولاني اللي هو الناس اللي ناجحة في كل مجالات الحياة، صعب اكون عايش في دايرة مفرغة مش عارف انا ايه اتعامل ايه فين وازاي، فصعب يا رشا دي شوية. احمد سمير بيقول انا النوع، ياسر بيقول طب ركز يا ياسر براحتك، إسراء خليط بين الأول والتاني، الأول والتاني. طيب بوب كنت تلاتة وارتقيت بقيت اتنين وبحاول أكون الأول، ممتاز يا بوب. طيب داود التاني، منى وأنا في الكلية كنت فاكرة إني الأول لكن دلوقتي أنا التالت.
طيب يا منى، هنشوف دلوقتي ازاي نحل المشكلة دي. روجي بتقول انا التالت بس من غير السيجارة. طيب أميرة، انا التاني بس بحاول اكون الاول. جميل جميل يا أميرة. سوسة، التاني والتالت. طيب ياسر، سارة، بس نفسي اصل للاول وبحاول جدا اني احقق شروط الاول. طيب هنشوف دلوقتي ازاي هنحققها. ميرو، اتنين. محمد، محمود، زي بيقول مع العلم اني بلعب رياضة بس مش بانتظام، فنحسبها النوع التاني، يعني مش ناجح في كل مجالات الحياة يبقى التاني. نجمة السنة بتقول اتنين. داود، اتنين. احمد جوجو، اتنين. احمد ابراهيم، اتنين. اسراء، بحاول اكون زي الاول. طب انت دلوقتي فين، في تاني ولا فين؟ احمد، المرونة في التنقل بين الاول والتاني. طبعا لازم ننتقل التاني والاول بمرونة يا احمد، مش هينفع مرة واحدة. لازم امسك مجال مجال اشتغل عليه عشان اعرف في الاخر الم بكل المجالات. ايمان بتقول انا بين النوع الاول والتاني. برضو صعب يا ايمان، لانه النوع الاول هو النجاح في كل المجالات، انما اذا ما كنتش عارفة تركزي في انك تكوني ناجحة في كل المجالات يبقى انت من النوع التاني. بس ما عايز اكون الاول وانا التاني. طيب وليد، احلى ناس النوع التالت بقى عشان انا اولهم طبعا. طب احنا عايزين ننتقل من التالت للتاني للاول يا وليد، تعال نشوف ازاي هنعمل ده. محمد بيقول ممكن يكون الاول بس بعض المشكلات ممكن تضايقني وتحزنني. تمام. طيب طيب يبقى احنا دلوقتي كده لقينا يعني انواع بين الثلاث، يعني لقينا ناس في ثلاث انواع. الثلاث انواع دول هم تقريبا هو تصنيفات الناس في كل المجتمعات. هتلاقي ناس بتدور في دايره مفرغه، اللي الناس قالوا لنا احنا من النوع الثالث، اللي هي الناس اللي لسه لحد دلوقتي ما استقرتش، لحد دلوقتي لسه ما خططتش، لحد دلوقتي ما استخدمتش تحديد الاهداف زي ما احنا خدناها في محاضره قبل كده، ما استخدمتش التفكير الايجابي واستخدمت قوه التفكير الايجابي، ما استخدمتش التفاؤل، ما استخدمتش اداره الوقت، ما استخدمتش حاجات كتير تقدر من خلالها انها تنتقل بسلاسه من النوع الثالث للنوع الثاني. يبقى النوع الثالث باختصار هو الشخصيه التي لم تحدد الى الان الهدف الذي تسعى اليه. اما الشخصيه الثانيه او النوع الثاني هو اللي ابتدى يحدد مجال معين هو بيركز عليه. ممكن يكون مهني، ممكن يكون المجال تجاري زراعي، ممكن يكون مع الأسرة، مع البيت، مع العيلة. هو نجح في مجال دونا عن باقي المجالات. معظم الناس في المجال ده بيبقى محددة شغلها، يعني بتركز في الشغل ومش مهم أي حاجة تانية، بتركز في الشغل وبعدين تيجي بقية المجالات بعدين. النوع الأول ده اللي ابتدى بقى يوصل لمرحلة إنه ياخد مجال مجال من مجالات الحياة ويبتدي يشتغل عليها، ابتدى يشوف المجال الصحي صحته عامله ايه، ابتدى يشوف المجال العلمي هو وصل لحد فين من المهارات ومن الحاجات اللي محتاج ياخدها ويتعلمها، اذا كانت خاصه بالشغل او بره الشغل. ممكن تكون مهارات حياتيه، ممكن تكون حاجات ليها علاقه بالاسره او ليها علاقه بالبيت، ليها علاقه بالعيله، ليها علاقه بالزملاء بالاصدقاء، ليها علاقه بالاطار المحيط بيا، ليها علاقه بجمعيه انا مشارك فيها او مكان انا بنتمي ليه اجتماعيا. ايا كان، المهم انه ان احنا المفروض ننتقل من خلال النوع الثالث، لان النوع الثالث ده خطير جدا. ننطلق من خلال الدافع، ان يكون دي دافع، اخلاق دافع، اخلاق دافع، لازم يكون عندي الدافع اللي بيه اقدر اوصل للي انا عاوزه. فلازم احدد الهدف واحدد الدافع للوصول للهدف ده، ويكون عندي الطاقه الكافيه اللي توصلني من النوع الثالث للنوع الثاني للنوع الاول. طيب احنا ممكن نقفل الشات دلوقتي لحد ما نخلص نخلص اول 5 مفاتيح، وبعدين ممكن ناخد الاسئله وبعدين نرجع نكمل ال5 مفاتيح التانيين. طيب المفتاح الثالث اللي احنا بنتكلم عليه النهارده في مفاتيح ال10 للنجاح، بنتكلم عن المهاره، وقد ايه المهاره هي بستان الحكمه. المهاره دي الطريقه اللي بتوصلنا من خلال البحث عن المعرفه، لانه البحث عن المعرفه هو احد الخطوط للوصول الى السعاده او الرخاء. يعني ضروري جدا لازم ده بشكل اساسي ان يكون عندي مهاره في العمل اللي انا بعمله ده.
يعني استخدم المهارة بتاعتي في اي شغل بعمله ايا كان ايه هو، لكن انا اتعلم دايما في الشغل اللي انا بعمله، اتعلم دايما الجديد، اشوف العلم وصل لحد فين، المجال اللي انا فيه ده وصل فيه فين لحد في التكنولوجيا، قد ايه انا ممكن اطور نفسي، ازاي اوصل للنجاح، ازاي يكون عندي المعرفة الكاملة باللي انا بعمله، ازاي افضل دايما باستمرار اتعلم، علشان اللي عنده مهارة في حاجة معينة او بيشتغل في مجال معين لقى نفسه دايما ان هو لسه ما وصلش للمهارة الكافية، هو محتاج دايما ان هو يفضل يتعلم ويفضل دايما ياخد بالاسباب، يوصل دايما لاكبر قدر ممكن من الاستفادة من العلم، علشان يفضل هو دايما الافضل في مجاله، الافضل في المكان اللي هو فيه، الافضل في الحاجات اللي هو بيعملها. دايما الناس بتفضله عن اي حد تاني بيعمل الموضوع، ممكن يكون بيعمل نفس الحاجة، ممكن يكون بيعمل نفس العمل، لكن الفرق بين شخص والتاني ان في شخص عنده مهارة علشان عنده معرفة بالمجال اللي هو بيعمله او بالشغل اللي هو بيعمله، عن حد تاني ممكن ما يكونش عنده المعرفة دي موجودة بشكل قوي. المعرفة هي أساس القوة، لأنه كل ما بيكون الإنسان عنده قدر كبير من المعرفة، كل ما بيكون عنده قدر كبير من الإبداع، كل ما بيكون عنده نسبة عالية جدا من النجاح اللي بتوصله دايما للسعادة. يبقى احنا محتاجين دايما في المفتاح الثالث للمفاتيح العشرة للنجاح، ان احنا نبحث دايما عن المعرفة اللي توصلنا للقوة اللي بيها يكون عندنا مهارة، علشان من خلال المهارة يبقى احنا كده عندنا المفتاح من المفاتيح العشرة للنجاح، بعد الدوافع وبعد الطاقة اللازمة لأداء العمل، وبعد المهارة اللي محتاجين انها تكون موجودة فيه. عشان يكون عندنا مهارة لازم يكون عندنا معرفة. المعرفة نوعين، معرفة الشيء ومعرفة المصدر للمعلومات عنه. تعالوا نعرف النوعين من المعرفة دول عاملين ازاي. اولا علينا ان نؤمن دايما باننا من الممكن ومن السهل ان احنا نتعلم، لانه كل واحد فينا شاف او اقنع نفسه او دخل لنفسه قناعة بتقول انه مش هيقدر او مش هيعرف، فعلا مش هيعرف، لكن لازم دايما يكون عندنا او يكون موجود عندنا ايمان بقدرات، ويكون عندنا دايما ايمان بان احنا محتاجين نتعلم، ان احنا يكون عندنا مهارة زيادة عن اي شخص في الدنيا. واي حد على فكرة يا جماعة بيكتفي به من خلال المدارس والجامعات، عمره ما يصدق ابدا ان هو كده اتعلم او هو بقى كده عنده معرفة. بالعكس، التعلم هو عملية مستمرة، نفضل طول عمرنا نتعلم لحد ما يتوفانا الله. طول ما احنا على قيد الحياة لازم نتعلم، وكل فرصة تيجي قدامنا علشان نتعرف على حاجة او نعرف حاجة اكتر لازم نستغلها، ولازم نستفاد منها علشان تكون دايما حياتنا افضل. طيب بعد كده لازم يكون عندنا التعلم موجود في كل حاجة. على فكرة احنا في سوق العمل، عشان خاطر الناس بتسأل دايما على موضوع سوق العمل ده، سوق العمل ده محتاج 3 حاجات يا جماعة أساسية، خدوا بالكم اللي لازم تتعلموها كلكم، من غيرها محدش يسأل بعد كده عن الشركات وسوق العمل محتاج ايه. محتاج لغة، لازم يكون كل واحد فينا عنده لغة، لانه اللغة من غيرها الإنسان هنا تعلم كامل. مفيش حد في الدنيا بيكتفي باللغة الوحيدة اللي عنده اللي هو اللغة الأم اللي هو بيتكلمها، لازم دايما يتعلم لغة جديدة علشان يعرف يتعامل في معرفة جديدة وفي ثقافات جديدة وثقافات مختلفة. لازم يكون عندنا مهارات التعامل مع الكمبيوتر، لأنه الجاهل بعد كده هو من لا يستطيع التعامل والتعرف على الكمبيوتر ويتعامل معاه. بعد كده السوفت سكيلز، مهارات التنميه البشريه اللي احنا بنتعلمها من خلال محاضرات التنميه البشريه اللي احنا بناخدها، واللي ان شاء الله هنستمر معاكم فيها، كل مره بنتعرف على موضوع جديد ونتعرف على مهاره جديده بنحاول نكتسبها. طيب بعد كده خلينا نتكلم على النوع الثاني. احنا اتكلمنا دلوقتي على نوعين، اتكلمنا على المهاره من اجل معرفه الشيء، مهاره البحث عن المعلومات. يبقى احنا دلوقتي محتاجين ان احنا يكون عندنا المهاره علشان نقدر دايما نطلع الشغل اللي احنا بنعمله احسن، ونطلع الشغل اللي احنا بنعمله افضل، او نتعلم بشكل افضل ونتعلم بشكل احسن، نكون مختلفين عن اي شخصيه موجوده معانا في الدفعه اثناء الدراسه، او في الشركه اثناء العمل، او في اي مكان انا موجود فيه. طول ما انا موجود بتعلم وبعرف معلومات جديده، ما بكتفيش باللي انا اتعلمته واللي انا وصلت ليه، ودايما في النوع التاني بدور على طريقة جديدة او اسلوب جديد او مكان جديد او موقع جديد او كتاب جديد بتعلم منه حاجة جديدة، وبيكون هو مصدر المعرفة بتاعتي. طيب احنا دلوقتي
عن 3 مفاتيح من مفاتيح النجاح، اتكلمنا عن الدافع وقلنا ان الانسان بدون رغبة وبدون دافع لا يستطيع الوصول الى اكبر قدر ممكن من الحماس اللي يقدر من خلال الطاقة انه يوصل لافضل مهارة ممكن. اتكلمنا عن 3 مفاتيح، اتكلمنا عن الدافع واتكلمنا عن الطاقة واتكلمنا عن المهارة، ودلوقتي هنتكلم عن التصور. قد ايه التصور ومن خلال التصور نقدر نحط نفسنا في المكان اللي احنا عاوزينه. احيانا الواحد بيبقى قاعد كده مع نفسه وبعدين يتصور نفسه رجل اعمال، او يتصور نفسه مثلا مدير شركة، او يتصور نفسه انسان اعلامي ناجح، او رسام معروف، او صاحب شركة مشهورة. دايما التصور او التخيل او الاسلوب ده من التعامل مع الحياة بيقدر دايما يكسبني من خلال المفتاح الرابع للنجاح، اسلوب جديد ومختلف عن اي حد في الدنيا. يعني الانسان اللي بدون تصور بدون تخيل عمره ما بيوصل للنجاح، لانه دايما شيء دايما بيبص تحت رجله، دايما بيشوف اللي قدامه، دايما ما بيشوفش هو ممكن يكون فين، ما بيشوفش دايما هو ممكن يبتكر ازاي. لكن التخيل هو اول بداية للابتكار. التخيل هو اهم من المعرفة، لانه ممكن الواحد يتخيل نفسه مثلا عنده اراضي زراعية وعنده حاجات وعنده املاك وعنده حاجات كتير، ممكن يكونش عنده ده بس، وممكن ما يكونش عارف ازاي يوصل لده، لكن ان هو يتخيل نفسه ده اول طريق لانه يكون انسان ناجح. لانه في ناس كتير قوي ممكن يكون عندها الـ3 مفاتيح الاولى اللي احنا اتكلمنا عليهم، لكن ما عندوش التصور، يعني مش شايف نفسه فين، مش شايف نفسه ازاي، مش شايف نفسه ناجح في ايه، او هو عاوز يعمل ايه. عشان كده دايما بيكون فاقد لاهم مفتاح من المفاتيح اللي هو ممكن يملكها، هو مفتاح التصور. يا جماعه تعالوا كده نتصور ونتخيل نفسنا، نفتح الشات ونتخيل دلوقتي كل واحد فينا شايف نفسه فين، شايف نفسه او متصور نفسه عامل ازاي، او شايف نفسه كمان كام سنة فين، او شايف مشروع اللي هو بيحلم بيه ده عامل ازاي، او الشركة اللي هو نفسه يفتحها، او المحل اللي هو نفسه يملكه، او يعني حلمه فين، حلمه شايفه ازاي، شايف نفسه او بيتخيل او بيتصور نفسه ازاي. تعالوا كده نعيش مع بعض كده التخيلات والتصورات اللي ممكن كل واحد فينا دلوقتي يتصورها. سمعوني كده تخيلاتكم، شايفين نفسكم او نفسكم او متخيلين نفسكم ازاي. ميرو بتقول او بيقول المشكلة ان حلمي كل شوية بيتغير. طيب ما هو احنا كده مش هنعرف نوصل، مش هنعرف نوصل للطريق بتاعه طول ما هو بيتغير. لازم اثبت الحلم واثبت الهدف اللي انا هجري وراه، اللي انا همشي في طريقي ليه. بوب ديزاينر، تمام، شايف نفسك ديزاينر، طيب حلو قوي. تعالوا كده نكتب حلمي كده، انا نفسي اكون فين. يعني كل واحد يستخدم كده فكره وتخيله ويسرح كده ويفكر يشوف نفسه ممكن يكون فين، ممكن يكون ازاي، ممكن يكون عنده ايه، ممكن يكون بيملك ايه، ممكن يكون مختلف عن الناس ازاي. احمد بيقول نفسي ابقى مهندس كبير. طيب حدد لنا يا احمد مهندس ايه، في مجال ايه. شماء بتقول انا نفسي اكون صاحبة استوديو تصوير ومصممة جرافيك. طيب يا شماء ممتاز. عبده باحث نافع لبلدي. طب قول لنا يا عبده كده باحث في مجال ايه، يعني قول لنا ايه المجال اللي انت نفسك تبحث فيه. يعني خلوا يا جماعة عندنا احلام كده، يعني باحث في ايه وتعمل ايه، يكون عندك مشروع ايه، او نفسك تخترع ايه، نفسك يكون عندك ايه. مروه بتقول اكبر مركز تعليمي في جميع المجالات على النت. ممتاز يا مروه، حلم طبعا ممتاز. خلي دايما يا جماعه عندكم الاحلام طموحه، يعني احلام، وتعالوا نحلم كده مع بعض احلام طموحه. نفسك تكون يعني حاجه عظيمه، حاجه كبيره. ايه مترجمه وعندي شركه ترجمه. ممتاز يا ايه. سميرة مش عارف اقرأ، سميرة سامي ولا مش عارف اقرأ. احنا اكون مدربة تنمية بشرية. طيب كويس، لقينا منافس يا سمير. احمد بيقول استشاري موارد بشرية. طيب باين من اسمك يا احمد. محمد حلمي ان شاء الله ان الاطباء يخلصوا
الورق بتاعي في المجالس الطبية، وربنا يشفيني كل الناس ان شاء الله. ربنا يشفيك يا محمد ويشفي كل مريض يا رب. جهيني بيقول المشكلة اني اشعر يبقى بنت، المشكلة انني اشعر انني ضائعة. مش عارف اقرا اسمك كويس، بس يعني هنشوف دلوقتي ازاي نحل مشكلة الحلم ده. رشا بتقول افضل معلمة على مستوى منطقتي. طيب ممتاز يا رشا. احمد سمير بيقول مهندس برمجة بس احيانا بحس اني مش هقدر احقق ده. لا، ما هو خلينا دلوقتي نحلم وبعدين نشوف موضوع التحقيق ده. على فكرة احنا اتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل يا احمد، راجع محاضرة تحديد الاهداف، اتكلمنا عن تحديد الاهداف يعني بالتفصيل، راجعها هتلاقيها موجودة على قناة ملتقى الدارين على اليوتيوب. سوسة بتقول معالجة إدمانية، يعني بتعالجي من الإدمان يعني. طيب أحمد إبراهيم بيقول نفسي أفتح أكبر شركة سياحة في بلدي. ممتاز يا أحمد، حديث جدا. كمال حلمي بعد 5 سنين يكون معايا 1,000,000 دولار ومعماري ناجح. طب حلو قوي. ندى عادل كنت متخيل نفسي شغالة في شركة أدوية بس أنا دلوقتي في طب ومش عارف أعمل إيه. طب إيه المشكلة؟ يعني في أطباء كتير شغالين في شركات أدوية، يعني إيه المشكلة؟ عبده حلمي أكون باحث في علم الجيولوجيا والفضاء. ممتاز يا عبده، ابتديت تحدد الحلم كده، ابتديت أفهم. أميرة بتقول حلمي أكون سفيرة مصر أو على الأقل في منصب كبير بس بجهودي الشخصية يعني بدون واسطة يعني. ماشي يا أميرة، هنشوف لك واسطة إن شاء الله. إبراهيم رجل أعمال ناجح. قول لنا إبراهيم كده، رجل أعمال في إيه؟ بتعمل في مجال إيه؟ أم مشاهد بتقول أنا نفسي يكون عندي محل إكسسوارات من تصميمي وأصدر للخارج. حلو قوي، ممتاز. إسلام نفسي أكون دكتورة. إسلام بنت. طيب جلال أتمنى أحصل على الماجستير في المحاسبة. أميرة أنا بتصور نفسي مدربة كبيرة للتنمية البشرية زي أستاذي دكتور بن فيه، الله يرحمه طبعا، الله يرحمه دكتور بن فيه هو أستاذي. أحمد مهندس كهرباء. محمد إن شاء الله يكون رجل أعمال بحلول عام 2030 بالكثير. مش كتير، 2030 يا محمد ان شاء الله توصل للي انت بتحلم بيه. لكن في كل الاحلام دلوقتي ميرو، انا عايز اكون مذيعة، اقدم برامج علمية مفيدة. ممتاز يا ميرو. داود افتح مشروع خاص بي. طب قول لنا ايه هو مشروع عبده؟ مجال الفضاء. I want to be a great manager. طيب ممتاز. ميرو علي شايفة نفسي اني اخد الدكتوراه وهبقى رئيس قسم وزوجة ناجحة. حلو قوي الحلم ده، جميل. عبده انت قلت لنا كل التفاصيل الخاصة بيه يا عبده. ماشي. بهاء مبرمج في مايكروسوفت. أمنية نفسي أكون مدير علاقات عامة في شركة كبيرة متعددة الجنسيات. حلو قوي يا أمنية. مروة الطموح ليس له سقف. طبعا. طالبة علم حلمي إنشاء مؤسسة تقوم على تنمية مهارات الأطفال والارتقاء بالأسر محدودة الدخل. طيب كفاية كده. زي ما كانت مروة بتقول، مروة قالت الملخص بتاع سبب السؤال بتاعي. سبب سؤالي عن التصور وعن الحلم هو إن الطموح أو الأحلام ليس لها سقف. يعني خلينا احنا اتكلمنا في تحديد الاهداف الموضوع ده بالتفصيل، بس انا كنت هدفي من السؤال ده اني اقول لكم انه خليكوا انسان، يعني خليكوا ناس طموحة، خلي عندكم احلام. لانه لو انا دلوقتي تخيلت اني مثلا مدير شركة وبعدين قاعد على مكتبي وبمارس شغلي وبمارس الحاجة اللي انا بحبها وبمارس الحاجة اللي انا نفسي فيها، وقد ايه انا فتحت الحلم اللي انا كنت بحلم بيه ده. لما الإنسان بيكون عينه على الهدف، عينه على الحلم، نفسه كده يوصل يحقق مجموعة أهداف يوصل بيهم للحلم اللي هو بيتمناه، بيكون ده من أهم المفاتيح اللي بتكون موجودة عند الأشخاص وعند الناس اللي فعلا بتدور على مفاتيح النجاح، اللي دايما بتدور على الحاجات اللي بتخليها تكون ناجحة. لكن الإنسان
اللي عايز يكون ناجح بدون تصور، بدون تخيل، بدون حلم، بدون هدف، ما بيكونش عنده الطريق اللي يوصله للنجاح. لازم يكون عنده حلم ويسعى الى تحديد مجموعه من الاهداف اللي توصله للحلم. احنا قلنا ان في فرق بين الحلم والهدف، ان الحلم اعم واشمل من الهدف. لازم يكون عندي مجموعه اهداف اسعى ان انا احققها من خلال شروط الاهداف اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وقلنا ان لازم يكون واقعي ودقيق ومحدد وقابل للقياس، ومن خلال وصولي لمجموعه الاهداف دي اوصل في الاخر للحلم اللي انا بتمناه. طيب، يبقى احنا دلوقتي كده اتكلمنا عن التصور، اتكلمنا عن التخيل، اتكلمنا عن الحلم. ممكن يكون عندنا احلام في اكتر من حاجه. ممكن يكون عندي حلم اجتماعي، يكون عندي حلم مهني، يكون عندي حلم علمي، يكون عندي حلم اسري او عائلي. ممكن يكون عندي حلم في كل حاجه. كل حاجه لازم يكون عندي فيها احلام، علشان الانسان لو يعني زي ما بيقولوا كده، لو بطلنا نحلم نموت. لو بطلنا نحلم، لو بطلنا نشوف نفسنا فين، هنفضل دايما عندنا احباط، واحنا مش عايزين نوصل لحاله الاحباط، علشان الاحباط بيوصل للياس، ومن خلال الياس هفضل واصل لطريق المسدود. ابراهيم بيقول ممكن يكون تعدد للاهداف، او ممكن يكون في تعدد للاهداف. ممكن يكون عندي هدف في كل مجال في حياتي، ممكن يكون عندي هدف في كل حاجه في شغلي، ممكن يكون عندي هدف في كل حاجه بتمناها. وممكن تعدد الاهداف وارد، تعدد الاهداف وارد، خلي دايما تعدد الاهداف دايما يكون في مجالات مختلفه. طب تعالوا نتكلم عن المفتاح الخامس من مفاتيح النجاح اللي بنتكلم عنها. واتكلمنا دلوقتي عن اربع مفاتيح للنجاح. اتكلمنا عن الانسان لازم يكون عنده دافع يسعى من خلاله، الحماس ان يكون عنده الطاقه اللي موجوده فيه، المفتاح التاني اللي علشان يكون عنده مهاره لازم يكون عنده دافع وطاقه توصله، ان يكون عنده مهاره تفصل ما بينه وتخليه افضل بينه، تخليه افضل من اي شخص تاني بنفسه بيسعى ان هو يوصل ليه. وبتخلي فيه فرق كبير جدا بين الناس. ممكن يكون في اتنين مهندسين او اتنين دكاتره او صيدليتين جنب بعض، بس الفرق بين الصيدليه دي وبين الصيدليه دي، او من المهندس ده والمهندس ده، الدكتور ده والدكتور ده، ان ده دكتور شاطر الناس دايما بتتكلم عنه على انه من افضل الدكاتره او من افضل الناس اللي موجودين في المجال ده، او دايما بيكون دايما الناس بتقول اصل ده 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 شاطر. ممكن يقول لك ده نجار، او ده ميكانيكي شاطر، او ده دكتور شاطر، او ده صيدلي شاطر. الفرق بين كل واحد والتاني ان ده عنده مهاره، ده متميز في شغله، ده ناجح في عمله، وده لا. واللي خلاه يكون كده انه عنده المفتاح الرابع من مفاتيح النجاح اللي كنت بنتكلم عليها دلوقتي، ان هو بيحلم، ان هو شايف نفسه وشايف حلمه وشايف هدفه رايح فين، عنده تصور، عنده تخيل، وعنده احلام بيسعى ان هو ينفذها. طيب خلينا نتكلم عن المفتاح الخامس اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، هو الفعل. الفعل هو طريق للقوه. الفعل من خلال اي فعل انا بقوم بيه بوصل ل نتيجه معينه. تخلي دايما الافعال اللي احنا بنعملها دايما تكون بتوصلنا لنتيجه، لان المعرفه اللي احنا كنا بنتكلم شويه لوحدها مش كفايه. يعني لو انا فضلت دايما عندي معرفة وعندي اطلاع لكن ما بعملش حاجة، يعني اتعلمت مثلا ازاي اكون مبرمج لكن ما طبقتش ده، ما حاولتش ان انا انفذ ده، اتعلمت مثلا اني اشتغل على برنامج الفوتوشوب لكن ما مارستش ده، ما حاولتش اطبق ده. ممكن يكون في ناس عندها استعداد انها تشتغل وانها تكون متميزة وانها تكون افضل وانها تكون احسن، بس الاستعداد لوحده ما يكفيش، لازم يكون عندي العمل المصاحب للمعرفه. لازم يكون عندي دايما المعرفه الكفايه بس دي ما تكفيش، لازم يكون عندي الاستعداد بس برضه الاستعداد ما يكفيش، لازم يكون عندي الفعل اللي بيملأه الحماس، اللي لازم يكون من خلاله عندي طاقه عاليه جدا. انا لازم اصر اني اعرف، ان يكون عندي قوه عقليه، لازم يكون عندي لازم يكون عندي دافع، لازم يكون عندي طاقة، لازم يكون عندي مهارة، لازم يكون عندي تصور علشان أقدر أوصل للفعل اللي يوصلني للنجاح. ممكن نأجل الأسئلة بس كمان شوية، أنا خلاص هخلص المفتاح الخامس وبعدين ممكن أخد الأسئلة في الخمس مفاتيح اللي إحنا اتكلمنا فيهم. ناخد بريك 5 دقايق ونرجع تاني نكمل المفاتيح الخمسة اللي بعد كده. طيب إبراهيم بيسأل الخلل في التطبيق من المعرفة ولا إيه؟
ممكن يا ابراهيم، ممكن يكون الخلل من خلال المعرفه تكون اصلا غلط، يعني ممكن اكون انا عرفت عن حاجه غلط او خدت معلومه غلط وبطبق من خلالها، او ممكن يكون عندي اصلا المعرفه صح بس وانا بطبق ابتدى حماسي يقل، او ابتدى الطاقه اللي عندي تقل، او المهاره اللي عندي لسه ما زادتش، او لسه الدوافع ما اتظبطتش. طيب خلينا نكمل بقى الاسئله في بعد المفتاح الخامس، وبعد كده نستقبل كل الاسئله اللي ليكم ان شاء الله. طيب عشان كده لازم نتذكر دائما ان المعرفه بدون تنفيذ دايما بتؤدي الى الاحباط. يعني مثلا انا عرفت ازاي اكون انسان ناجح بعد محاضره المفاتيح النجاح العشرة اللي قلنا فيها 10 مفاتيح من خلال استخدامي للمفاتيح دي اكون انسان ناجح، وبالتالي ما نفذتهاش، او مثلا خرجت من المحاضره النهارده وما ابتديتش احول الجانب النظري او الكلام اللي احنا كنا بنقوله او الحاجات اللي بنحاول نتعلمها الى جانب عملي، ابدا فعلا انفذ ده. زي ما كنا بنقول دايما لما بنتم عن محاضره قوه التفكير الايجابي، اخد حياتي كلها ابدا احول حياتي كلها الى ايجابيه. لما بناخد تحديد الاهداف، ابدا احول تحديد الاهداف ده الى تحديد اهدافي انا الفعليه والعمليه. طيب يبقى اي حاجه هنتعلمها لازم وما طبقناهاش طبيعي هيصيبنا حاله من الاحباط. طيب كمان محتاجين نتذكر انه طالما انا مقتنع بالفكره اللي موجوده في دماغي دي لازم اطبقها فورا. يعني انا مقتنع ان انا مقتنع تمام الاقتناع، انا محتاج يكون معايا لغه، ابدا فورا اشوف ازاي اتعلم اللغه، ابدا اشوف هنا منطقه دارين عامل محاضره عن اللغه، ابدا اشوف مركز تدريبي عامل محاضره عن اللغه، عندي في الكليه، عندي في الشركه، عندي في المصنع، عندي في اي مكان من اصدقائي او صحابي اللي حواليا بياخدوا كورس في مكان معين، ابدا فورا احول الفكره مقتنع بيها تمام الاقتناع الى مرحله العمل، الى مرحله التنفيذ. يعني ما اسيبش اي فكره انا مقتنع بيها موجوده كده جوايا وخلاص، لكن لازم يكون عندي قرار، لازم يكون عندي لازم يكون عندي القوه اللي هنشوف دلوقتي انتهز ازاي هننتهز الحماس. الحماس طول ما انا عندي حماس ان انا اعمل حاجه وما انتهزتش وما استخدمتش وما استغلتش الحماس ده في اني اعملها، دايما بفقد حاجتي لاني انفذ الفكره دي. اجل يا محمد شويه بس الاسئله، يعني خلاص هخلص بس المفتاح ده حالا دلوقتي، وبعدين هنجاوب على كل الاسئله دي في الجزء اللي احنا خلصناه. طيب دايما القرار السليم ياتي بعد الخبره التي تاتي من خلال القرار السيء. يعني انا مثلا خدت قرار ان انا امشي يمين، وبعدين لما مشيت يمين كده لقيت ان في مطبات 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 كتير. انا من خلال مقابلتي للمطبات دي اكتسبت خبره، عرفت ان الشارع ده كله مطبات، فبعد كده لما ابتدي اختار الشارع هبعد تماما عن الشارع اللي انا اكتشفت انه فيه انه كله مشاكل، او دايما زحمه، او دايما في مشاكل، دايما في صعوبات. يعني دايما القرار السليم تاكد انه هي يجي بعد خبرتك في القرار السيء اللي انت اخدته. فلما تاخد قرار انت حسيت انه كان قرار غلط، ما تتضايقش وما تزعلش، بس استخدم القرار ده اللي كان غلط في انك تحوله الى قرار صحيح في المرة القادمة. طيب كمان محتاجين نفتكر دايما ان التصرف بدون خطة هو سبب كل الكلام اللي انتوا كاتبينه ده، ان انا بتصرف او بتعامل او هعيش حياتي بدون خطه. انا مش حاطط لنفسي خطه، لا حاطط لنفسي خطه اثناء المذاكره، ولا حاطط لنفسي خطه اثناء العمل، ولا حاطط لنفسي خطه في البيت، ولا عارف انا المفروض هتصرف ازاي، ولا هعمل ايه في حاله ايه، ولا في الطوارئ. يعني احنا عايشين حياتنا كده وسايبينها للظروف، وده اكبر غلط، اكبر خطا اني اسيب الحياه تمشي كده بظروفها، تمشي كده زي ما تيجي تيجي زي ما بيقولوا. لكن الصح كل العقل والحكمة في اني اعمل لنفسي خطة امشي عليها، ومن خلالها اقدر استفاد واستخدم واستغل الحاجات اللي انا مريت بيها. طيب بص النقط السريعة دي، لن تنجح ابدا اذا لم تبدأ. يعني انت لو ما بدأتش مش هتنجح، لانه لازم نبدأ وبعدين نقول حصلت لنا مشكلة نحلها ازاي. انما دايما اقول انا ما نجحتش، انا ما نجحتش ليه؟ علشان انت ببساطه شديده جدا ما بداتش. وبعدين الناس تقول لك انا مش عارف اعمل ايه. ابدا واشتغل، ابدا شوف هتعمل ايه. لا تجعل اي مشكله تكون حجه لعدم التصرف، فبعد العاصفه تطلع الشمس. تاكد ان انت بعد ما
بعد ما تقابل مشكلة، أكيد المشكلة دي هيجي عليها وقت وهتخلص، هيجي عليها وقت وهتعدي، بس بشرط واحد بس، إن أنت تكون عاوزها تعدي، إن أنت تكون عاوز تتصرف، إن أنت فعلا محتاج إن الشمس تطلع، مش عايز دايما تفضل عايش لوحدك وعايش في كتاب وعايش في الضلمة، إنما دايما لازم تحاول تطلع للنور، تحاول تفكر إزاي الأفكار والمشاريع والحاجات والطموحات اللي موجودة جواك دي تحولها إلى أرض الواقع، حتى لو بأي شكل أيا كان إيه هو، بس ابدأ. طيب تعالوا كده نكتب مع بعض دلوقتي 3 أهداف بنسعى لتحقيقها. كل واحد فينا كده يكتب في جملة 3 أهداف هو بيسعى إلى تحقيقها، 3 أهداف بس ينطبق عليهم الشروط اللي إحنا كنا بنتكلم عليها. دقيق ومحدد وواقعي وقابل للقياس. هكلمني من شويه عن الحلم، قلنا احنا لازم يكون عندنا حلم، وتخيل وتصور نفسك في اي مكان انت عاوزه، لا حدود ولا تخيل ولا حدود للتصور ولا التخيل، احلم زي ما انت عاوز، بس اكتب لي دلوقتي 3 اهداف محددين، 3 اهداف واقعيين، 3 اهداف متقاسين ومحددين. طيب تعالوا نشوف كده الأهداف بتاعتكم، كل واحد فيكم يكتب لي 3 أهداف علشان نتناقش فيهم قبل ما ناخد الأسئلة بتاعتكم. ال3 أهداف يا شباب، كل واحد فيكم يكتب لي 3 أهداف بينطبق عليهم الشروط. 3 أهداف بس. طيب يا اسلام بتقولي اخد الدكتوراه واحفظ القرآن واكون زوجة كويسة. طيب دول نقول 3 اهداف، 3 اهداف، عاوز 3 اهداف وكلهم في جملة واحدة، بلاش كل واحد يكتب لي كل جملة في رسالة. ميرو حفظ القرآن ماشي، طيب في سنتين تمام. زينب مصطفى 1 اشتغل في مجال. طب ما اكتب لنا الـ3 كلهم مرة واحدة يا زينة. لينا اشتغل في تخصصي واجيب بيت وعربية. تمام. مها بتقول رضا ربنا ورضا امي وحفظ القرآن ودكتورة صحة نفسية وافضل زوجة وام واخت وابن باذن الله. كل دي عايزين 3 بس يا مها. طيب محمد اجيب قرار العلاج ان شاء الله اولا، وثانيا تعلم لغة جديدة، ثالثا ربنا يوفقني واطبق كل اللي اخدته ان شاء الله. ربنا يشفيك يا محمد يا رب، وتبقى يا رب باحسن صحة وحال. انا ما اعرفش ايه المشكلة بالظبط، ممكن تتابعني على البيج بعد ما اخلص لو اقدر اساعدك في حاجة. تعلم لغة جديدة، كان في حد بيسأل اللغات اللي انا بفضلها ايه. طبعا اللغة الانجليزية هي اللغة الام، لانها اللغة الاكثر انتشارا على مستوى العالم كله. اللغة التانية هي الفرنساوي وبعدين الالماني. طب ربنا يوفقك ان شاء الله يا محمد، حرية الجنة، مدربة تنمية بشرية، دكتورة جامعية، واكون معلمة قرآن ناجح. طيب حلو قوي. احمد نفسي اكون مهندس كهرباء ومعايا شركة مقاولات كبيرة وابقى ناجح في حياتي. احمد طبق لنا، احنا قلنا انه في فرق بين الحلم والهدف، واتفقنا انه الحلم اعم واشمل من الهدف، لكن علشان اقول هدف لازم يكون مطبق الشروط، انه يكون واقعي وانه يكون محدد وانه يكون قابل للقياس علشان اقدر اقول على ده هدف. شنها بتقول انجح السنة بتقدير جيد جدا، وابدأ في حفظ القرآن واشتغل في تخصصي. ممتاز يا شيماء. رشا بتقول المعلمة الأولى والزوجة الأولى والأم المثالية لأطفالي. ممتاز جدا يا رشا. ميرو بتقول الدكتوراه وزوج صالح وحج. تمام. أحمد بيقول إتقان اللغة الإنجليزية وتحقيق المعرفة بأقسام الموارد البشرية بالشركات وإنشاء شركة استثمارية للموارد. ممتاز يا أحمد، ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. محمد مصنع في منتج معين للألبان، يبدأ من قريتي مع أصدقائي والخبرة موجودة. أنا في الإمارات، سوف إيه بعد تجهيز رأس المال في خلال عام وأبدأ مشروعي من مصر. نور يا محمد، طبعا إن شاء الله ترجع بلدك بألف خير
ان شاء الله وتحقق يا رب هدفك. احمد، اكون معلم ناجح في مادة العلوم ومراجعة القرآن والماجستير والدكتور تربية خاصة. لا، مفيش أوي في الهدف، مفيش أوي يا أحمد، مفيش حاجة اسمها أوي في الهدف. آية بتقول حفظ القرآن ومترجمة لغة تركية متميزة. اشمعنى تركيا؟ ايه، زوجة وأم ناجحة إن شاء الله. يا ربنا يكرمك يا رب ويوفقك. ميرو بتقول حفظ القرآن في سنتين وإني أكون مذيعة متميزة ومبدعة وأبني أسرة رائعة. ممتاز يا ميرو. عبد الرحمن العم، بشركة عالمية وأدرس مجال أحبه وأريد عمل شيء أفيد الناس. على فكرة أنت قلت 3 حاجات ممتازين بس ما فيهمش أي تحديد خالص. يعني أنت ما قلتلناش إيه هي الشركة، ما قلتلناش إيه هو المجال اللي أنت بتحبه، وما قلتلناش أنت إيه اللي أنت عايزه تفيد أو إيه اللي أنت تقدر تعمله تفيد بيه الناس. أحمد سمير بيقول هحقق نجاح في دراستي وأفتح أكبر شركة برمجة وهحقق رضا ربنا. ممتاز يا أحمد. أمير بتقول أكون ناجحة في تخصصي ومدربة تنمية بشرية وزوجة ناجحة إن شاء الله. يا أميرة إبراهيم، دكتور في الجامعة ومدير إداري وزوج ناجح إن شاء الله يا إبراهيم. حابب أقول أنا يا دكتور، أنا إيه؟ إسراء، أتقن اللغة الإنجليزية، أتقن الإنجليزية، حفظ القرآن، معلمة ماهرة ومحبوبة إن شاء الله يا إسراء. طيب، أخلص الكلية بتقدير جيد والمشروع التخرج يكون امتياز ويكون لغة الإنجليزية تحدث. حلو يا محمود، ده كده محدد بالظبط يعني 3 حاجات من أهم الـ3 حاجات اللي ممكن يكونوا موجودين عندك في المرحلة اللي أنت بتأتي دي. ومش عارف بتقول تربية ابنتي واظب على الصلاة وأفتح محل إكسسوارات. حلو أوي التحديد في الأهداف ده يا أم شهد. عبده، إتقان الإنجليزي والكمبيوتر وباحث ولسه محددتش التالتة. طيب لما تحددها يا عبد قول لي. محمود زايد، للعلم انا تالتة هندسة ميكانيكا انتاج. حلو قوي يا محمود، ربنا يكرمك يا رب ويوفقك. انت كل طلبة هندسة وطب وكل الكليات ان شاء الله داخلين على امتحان نص السنة، ربنا معاكم ان شاء الله ويوفقكم. ريهام فؤاد، اكون دكتورة في الجامعة، احفظ القرآن كمان واحفظ زوجة ناجحة ان شاء الله. طيب احنا يعني هنرجع تاني نكمل، هناخد بس بريك، ناخد بريك 5 دقايق. الساعة دلوقتي 11 و10 ان شاء الله، 11 وربع هنرجع تاني نكمل المفاتيح الـ5 التانيين اللي محتاجين نكمل بيهم 10 مفاتيح للنجاح. ناخد بريك 5 دقايق ان شاء الله ونرجع تاني نكمل محاضرة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني من جديد. اتكلمنا عن أو موضوع المحاضرة النهاردة عن مفاتيح النجاح الـ10. بنتكلم عن 10 مفاتيح من خلالهم نوصل للنجاح، من خلال استحواذي عليهم أو حصولي عليهم أو سعي إنهم يكونوا موجودين معايا، أقدر بإذن الله إني أكون إنسان ناجح بجد من خلال وجود الـ10 صفات أو الـ10 مفاتيح اللي إحنا بنتكلم عليهم النهاردة. اتكلمنا عن 5 مفاتيح مهمين جدا وبدأنا بيهم لأهميتهم ورتبناهم حسب الأولوية. اتكلمنا عن الدافع، اتكلمنا عن الدوافع، لأن الدوافع هي اللي بتخلق الرغبة وبتخلق القوة وبتخلق الحماس علشان أعمل أي عمل مكلف بيه أو هقوم بيه أو أي أنا بشتغله أو أي مذاكرة بقوم بيها لو أنا طالب أو أي حاجة أنا بعملها في حياتي. كمان اتكلمنا عن الطاقة وقلنا إن الطاقة ده مفتاح مهم جدا والمفتاح التاني من مفاتيح النجاح اللي كنا بنتكلم عليها من بداية المحاضرة. اللي بتخليني ابذل المجهود، الطاقه اللي بتسهرني الليل علشان خاطر اشتغل، علشان اشوف اللي ورايا، علشان اكون انسان مختلف، اكون انسان ناجح بجد. كمان اتكلمنا في المفتاح الثالث، اتكلمنا عن المهاره، اتكلمنا على المهاره بالتفصيل وقلنا انه مش كفايه انه الانسان يكون عارف، لكن مهم ان الانسان يكون عارف وبيعمل اللي هو عارفه. دايما بيسعى إلى المعرفة، دايما بيطمح إلى الأعلى وإلى الأحسن علشان يكون دايما عنده
المهارة اللي بتميزه ما بينه وما بين أي شخص تاني موجود. طيب اتكلمنا في المفتاح الرابع عن حاجة مهمة واتناقشنا فيها، واتكلمنا عن التصور، اتكلمنا ازاي نكون شخصية تخيلية، ازاي يكون عندي الخيال علشان اكون في الواقع اللي انا نفسي فيه او في الواقع اللي انا عاوزه. اتكلمنا عن الخيال بكل شكل ممكن نتخيله في اي مجال ممكن يكون موجود في حياتنا. الخيال ممكن نستخدمه في شغلنا، ممكن نستخدمه في دراستنا اثناء المذاكره، ممكن نتخيله في المشروع اللي انا بحلم بيه او في الفكره اللي نفسي احققها او في الحمله او في المبادره اللي نفسي اعملها او نفسي اكون صاحب دور اجتماعي واضح او صاحب دور علمي واضح او صاحب مهنه او مهاره في مجال معين نفسي اكون موجود فيها. في المفتاح الخامس احنا اتكلمنا عن الفعل، وقلنا ان احنا الكلام اللي احنا قلناه ده كله مش كفايه، واحنا لازم نحول كل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه وبنتناقش فيه، واستقبلت من خلالكم من خلال الاسئله ردودكم عليها هو الفعل. وده كان المفتاح الخامس والمهم اللي قلنا من خلاله ان احنا لازم نبدا. مش كفايه ان احنا نعرف، مش كفايه ان احنا نقرا، مش كفايه ان احنا نتعلم، لا ضروري ان احنا نحول كل الكلام اللي احنا كنا اتعلمناه او قريناه او استفدنا بيه او تجارب مرينا بيها ان احنا نحولها الى فعل، الى عمل، الى بدايه. مش هفضل طول عمري اقول انا عايز ابدا انا عايز ابدا، لكن مهم جدا ابدا فعلا، حتى لو كانت البدايه مش موفقه، حتى اذا ما نجحتش في الاول، اذا واجهت صعوبات، اذا واجهت مشاكل، كل ده وارد وكل ده ضروري جدا انه يحصل. لما حكينا قصه الفراشه وقلنا ان احنا زي الفراشه اللي بتخرج من الشرنقه لازم يكون عندها القوه الكافيه على انها تخرج من الشرنقه من خلال وصول اجنحتها الى القوه الكافيه لمواجهه الطيران. طيب تعالوا نتكلم عن المفتاح السادس. المفتاح السادس هو مفتاح التوقعات. لازم أكون شخصية تتوقع اللي جاي، لأنه إحنا مكان ما إحنا بنفكر بالظبط. يعني لو إحنا بنفكر أو إحنا شايفين نفسنا ان احنا مديرين ناجحين، انا شايف نفسي ان انا مدير ناجح، شايف نفسي ان انا قائد ناجح، او شايف نفسي ان انا رئيس ناجح، او شايف نفسي ان انا صاحب مشروع او فكرة ناجحة، انا مكان ما انا فكرتي خدتني، مكان ما انا موجود، مكان ما انا شايف، مكان ما انا حاسس ان انا موجود، مكان ما انا مؤمن بمهاراتي، مكان ما انا شايف قدراتي. علشان كده احنا محتاجين دايما ان احنا نكون مكان توقعاتنا، مكان توقعات عقلنا مودينا لحد فين. طيب بعض الناس بيقولوا ان احنا دايما محتاجين ان احنا نتوقع الأسوأ علشان لما يحصل السيء ما نصطدمش، او ان احنا نتوقع الوحش علشان لما يحصل الحلو نفرح ولما يحصل الوحش ما نتضايقش. لكن لو دايما انا توقعت الأسوأ دايما هيحصل السيء. علشان كده دايما بننصح بانه يجب طول ما انا شخصية متفائلة، شخصية متفتحة وبفكر، مش قافل عقلي وقافل مخي على حاجة معينة، او شايف ان انا مش هقدر ومش هعرف ومش هوصل، ودايما شايف نفسي كده، دايما حاسس ان انا كده. انما احنا محتاجين ان احنا نستخدم المفاتيح دي عشان نتغير. علشان نتغير لازم يكون دايما بنتوقع، لكن عشان نتوقع لازم نتوقع الافضل، نتوقع الاحسن، نتوقع اني اكون زي ما انا عايز، زي ما انا شايف، علشان دايما اطمح للي جاي، اطمح للي اني اكون انسان احسن. طول ما انا شايف ان انا زي غيري، وان انا موجود وخلاص زي اي حد، وان انا شخصيه زي اي حد، وواحد عايش وخلاص، وادينا بنتعلم خلاص، طول ما انا شايف كده هيفضل عندي تفكيري كده، هفضل دايما حاسس بالشعور السيء والمؤلم، دايما حاسس ان انا شخصيه عاديه. انما لما افكر واتوقع ودايما دايما اتفائل ودايما اشوف ازاي اكون شخصيه مختلفه،
دايما هيكون عندي السماء مفتوحة، الحياة مفتوحة، والطريق دايما مفتوح ليا. طيب، حاسين انه فيها، او يعني محتاجين ان احنا محتاجين نكون عندنا توارد للافكار. يعني مين مثلا، مين كان بيفكر في فكرة معينة، فكرة مشروع مثلا، وبعدين راح لقى في واحد فاتح نفس المشروع اللي هو كان بيفكر فيه، او مثلا حد كان عنده فكرة لقى حد بينفذ فكرة قريبة جدا من الفكرة اللي هو كان بيفكر فيها. حد يقول لنا كده، كان بيفكر في فكرة ايه، وبيفكر في مشروع ايه، ولقى حد عمل المشروع اللي هو كان بيفكر فيه ده. طيب، حد يقول لنا فكرة، او حد يقول لنا مشروع من اللي هو فيه، او ان احنا بنطمح ان احنا نحققه او نوصل له، وبعدين ما حققناهوش وشوفنا حد غيرنا عامله. طيب، محمد بيقول مشروع ملابس، ايه اللي كان حاصل؟ بوب بيقول سنتر موبايل، حصلت لي بلاي ستيشن. ايه، بلاي ستيشن جوه الجامعة؟ ازاي يعني جوه الجامعة بلاي ستيشن؟ طيب، يا داليا بتقول نفسي الناس كلها تبقى بخير ومن الأعلى، وبنتمنى الخير لكل الناس إن شاء الله يا داليا. محمد، ملابس جاهزة، محل ملابس جاهزة يعني. طيب، تمام. أحمد سمير، كنت بفكر أفتح مكتبة بس بعد ما فكرت حد فتحها. طيب، أميرة بتقول مشروع حضانة، تمام. وحد فتح مشروع اللي انت كنت، او شفتي حد فتح المشروع اللي انت كنت بتحلمي بيه او بتتمنيه؟ شو بتقول؟ انا لا، انا مش منحوسه للدرجه دي. لا، الموضوع ملوش علاقه بالنحس خالص يا سوسه، الموضوع له علاقه بتوارد الافكار. زينب بتقول افتح شركه برمجه وبعدين لقيتي حد تاني فاتحها. طيب، ريما بتقول مركز تخاطب كبير. طيب، دعاء مشروع كوافير. طب يا جماعة، خلينا نتكلم على مشاريع غير عادية. يعني حد فكر في فكرة غير عادية، يعني حاجة كده مثلا شايف ان هو ابتكر قوي في ان هو وصل لحاجة زي دي، او مثلا جات له فكرة او مشروع لو عمله مثلا ممكن يغير حاجة في البلد، او يغير حاجة في مجال معين، وبعدين لقى حد وصل بتفكيره لنفس الفكرة اللي هو فكر فيها. بفكر اشوف ابتكار لانابيب الغاز بدل من ربط طيب، فين الافكار المختلفة يا شباب؟ هذه فكرة، حد فكر فكرة مختلفة او فكرة جديدة، فكرة مبتكرة، وبعدين لقى حد منفذ نفس الفكرة، عامل نفس الحق يعني، وصل لي. يا جماعة بلاش الكلام الجانبي لو سمحتم، الإدارة لو في أي حد خرج عن الكلام اللي له علاقة بالمحاضرة يا ريت يخرج يا جماعة من فضلكم. شباب لو سمحتوا خلينا نلتزم بموضوع المحاضرة من فضلكم. مين فكر في فكرة واكتشف إنه وصل، إن في حد وصل من الناحية الابتكارية، أو من الفكرة اللي هو كان بيفكرها لإنه ينفذ كان بيحلم بيه؟ إبراهيم، حلمت إن المحمول والكمبيوتر يبقى باللمس من زمان. تمام يا إبراهيم. شاهد، فكرت أعمل موقع للوفيات يدوم على النت فترة بدل الجورنال، ولقيته حصل. تمام. سارة، مشروع مدرسة بس متميزة جدا في حاجات مختلفة عن العالم، بس مش في مدرسة واحدة، في كل مدارس أخدين جزء من أحلامي في المدرسة دي. طيب، أحمد سليم ولا إيه؟ بروجرامينج. طيب، أوكي. بدور على الفكرة المختلفة يا محمد، الفكرة يا أحمد، الفكرة المختلفة اللي إحنا كنا بنفكر فيها ولقينا في ناس عملت نفس الفكرة، وصلت لنفس الحاجة اللي احنا كنا بنفكر فيها. يعني قلنا ازاي دي قدرت، ازاي الناس دي قدرت توصل للفكرة او في الحاجة اللي انا كنت بفكر بالظبط، عملوا نفس الحاجة. ده بتقول حلمت وبحلم اني اسافر وارجع اعمل اهل مصر. لا، مش بنقول انت بتحلمي بايه، انت حلمت بايه فعلا وتنفذ. يعني انت كنت بتفكري في ايه، وايه المشروع او الفكرة اللي كانت موجودة عندك، وبعدين لقيتي زيها بالظبط، لقيتي نفس اللي انت كنت بتفكري فيه بالظبط. زينب مصطفى بتقول أعمل مشروع للأطفال بحيث أعلمهم تجارب علمية بسيطة ومبادئ الهندسة وصناعة الإنسان الآلي.
بالتركيب زي الميكانو. طيب ولقيتي ده عامل، لقيتي ده حاصل بالظبط ولا حاصل بالظبط زي ما انت بتقولي يا زينب ولا لا؟ زينب برضو بتقول حصل من يومين ان واحد قال لي انه عاوز يفتح موقع للتعليم عن بعد نفس المواصفات منطقة دارين، وفوجئ لما قلت له ان الموقع اتعمل فعلا. طيب العسيلي ولا العسال ولا ايه؟ انا زي داليا بالظبط. فين داليا؟ قال داليا قالت حلمت اني اسافر وارجع اعمل. لو احنا مش بنتكلم عن احلم بايه، يعني عن حلمنا بايه بيتنفس فعلا. مين بتقول انا عايزه اعمل مركز تخاطب واطفال التوحد كبير؟ حلمنا بايه ولقيناه بالظبط فين؟ يعني حلمنا بايه؟ حلو. زي ندى كده بتقول اني اعمل ملابس مكتوب عليها بالعربي وبعدين حصلت بالفعل. مروة بتقول مدرسة اونلاين حلمت بيها من كذا سنة ولقيت الفكرة موجودة في الدارين وكملت معاهم. طيب ممتاز يا مروة. احمد سمير بيقول من زمان حاولت نموذج طيارة لاسلكية واتعملت فعلا. طيب تمام، حلو قوي. احنا كده ابتدينا نفهم اهو الافكار او المشاريع او الحاجات اللي احنا كنا بنحلم بيها وكنا نفسنا نعملها وبعدين لقيناها معمولة بالفعل. محمد بيقول يا دكتور هو مش شرط اني اعمل فكرة جديدة، انا ممكن اعمل مشروع قائم ولكن ابدأ في تطويره والتنويع فيه، ولا ايه رأي حضرتك؟ طيب احنا بنتكلم عن نقطة معينة او محددة يا محمد، بنتكلم عن توارد الافكار. طب خلينا نجاوب بقى يا شباب، احنا بنتكلم عن توارد الافكار ليه؟ لانه احنا دلوقتي علشان نكون من الاشخاص او من الشخصيات الناجحة، احنا بنتكلم عن مفاتيح او حاجات او صفات محتاجين انها تكون موجودة فينا. اتكلمنا عن مفاتيح كتير، لكن اثناء كون عايز اكون ناجح مثلا في حاجة معينة او عندي فكرة معينة او عندي مشروع ناجح، وبعدين ما احاولش اشتغل علشان اوصل او احقق الفكرة او المشروع اللي في دماغي دي، الفكرة هتخرج من عندي هتروح لحد تاني. يعني الفكرة هتنتقل من دماغي لدماغ حد تاني يوصل لنفس التفكير فيطلع نفس الابتكار. علشان كده انا بحاول اوريكم قد ايه احنا محتاجين البداية، محتاجين ان احنا نشتغل، ما نسيبش الافكار تتراكم في دماغنا، ما نسيبش الحاجات تفضل موجودة، ودايما ندون الافكار علشان الفكرة اذا انا ما نفذتهاش هتروح لحد غيري ينفذها. طيب في المفتاح السادس احنا كنا بنتكلم عن التوقعات، وقلنا ان التوقعات السلبية دايما بيحصل بسببها مشكلة سلبية، عشان كده قلنا دايما تفائلوا بالخير تجدوه، ودايما نتوقع الايجابي علشان نلاقي الايجابية دايما موجودة في حياتنا. انما التوقعات السلبية يعني مثلا اتوقع ان انا انزل دلوقتي مش هلاقي مواصلات، انزل دلوقتي اروح مش هلحق المحاضرة، انزل دلوقتي اروح متأخر على ميعاد شغل. دايما التوقعات السلبية بتودينا لحظ سلبي، بتودينا لمشاكل سيئة، بتودينا لمشاكل سلبية. انما التوقعات الإيجابية دايما بتودينا لتفكير ايجابي، دايما بتودي لعقل باطن متفتح وقوي، دايما بيخلينا نحس ان احنا قادرين ان احنا نعمل حتى لو لسه ما عندناش القدرة الكافية ان احنا نعمل، بس قادرين ان احنا عندنا الارادة والعزيمة والاصرار اللي تخلينا ان احنا نعمل. طيب عارفين العقل الباطن، عارفين قد ايه العقل الباطن ده مهم؟ مين سمع عن العقل الباطن؟ مين يقول لي يعني ايه عقل باطن؟ يعني ايه مفهوم العقل الباطن، او بيفسر بايه العقل الباطن وازاي بيشوفه؟ اللي سمع عن العقل الباطن كده يقول لي يعني ايه العقل الباطن، ويعني ايه نستغله، ويعني ايه نستفاد منه. قول لي يا باسم، قول لي يا باسم يعني ايه. داليا بتقول نفسي صوتي يوصل، نفسي انفذ مش اتكلم، احساسي باني ايه. عصفور ذهبي في قفص نحاسي، تقتلني، أين نحن وأين بلدي؟ عندنا كوادر بشرية ممتازة ومشروعات، فين الدعم، فين المساندة والتشجيع؟ مش مجرد كلام أكيد يا دكتور، أنت معايا بس مش مسموح بالتوضيح. بص يا دنيا، طبعا أنا معاكي جدا، إحنا عندنا كم من الكوادر والطاقة البشرية غير طبيعية، عندنا أفكار ممتازة وعندنا عقليات
ممتازة، وعندنا ناس بجد عندها قدرة على العمل وقدرة على التخطيط بشكل غير عادي. وهتكلم معاك في الموضوع بالتفصيل، بس خلينا في الآخر نرجع نفسر. دكتور محمد بيقول العقل اللاواعي، وباسم بيقول يا ريت حضرتك محاضرة عن العقل الباطن. إن شاء الله يا باسم هنعمل محاضرة عن العقل الباطن. العقل الباطن ده موضوع كبير جدا، من خلال العقل الباطن ده احنا ممكن نعمل المستحيل. بس أنا خليني آخد ردود أفعالكم وأفكاركم عن العقل الباطن عامل إزاي. إزاي نقدر نستخدم العقل الباطن ده؟ يعني ممكن نعمل إيه بيه؟ يعني ممكن نستخدمه إزاي ونستغله إزاي؟ قولوا لي يعني إيه عقل الباطن؟ قولوا لي يعني إزاي؟ قولوا لي يا شباب، لو ما تعرفوش برضو قولوا ما نعرفش، قولوا مش عارفين مفيش مشكلة. يعني ايه عقل باطن؟ طيب عقبال ما تجاوبوا تعالوا نراجع الست مفاتيح او الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه من بيت امرأة. اتكلمنا عن الدافع، واتكلمنا عن الدوافع، زي الانسان يكون عنده رغبة علشان يعمل حاجة معينة. اتكلمنا عن المفتاح التاني، اتكلمنا عن الطاقة، قد ايه الطاقة ممكن تخلق عندنا حالة من الحماس اللي ممكن من خلالها نقدر نعمل اي عمل في الدنيا مهما كان صعب ومهما كان ممكن الانسان يتخيل انه ما يقدرش عليه. اتكلمنا في المفتاح التالت عن المهارة، وازاي ان الانسان من خلال المعرفة ومن خلال المهارة يفرق بينه حتى في نفس المجال ما بينه وبين اي شخص تاني ممكن نقارن بيه. في المفتاح طبعا اتكلمنا عن التصور، ازاي نكون شخصية تخيلية، ازاي نتخيل، وازاي نبتكر، وازاي نحلم، وازاي نوصل لدرجة ان احنا نقعد في المكان اللي احنا شايفين نفسنا في الحلم فيه. وقد ايه التصور مهم جدا علشان الانسان اللي بنتصور انسان بلا واقع، لانه ما تخيلش هو ممكن يكون في ايه، فبالتالي عمره ما يوصل بالشكل الواقعي انه يكون في المكان اللي هو بيتمناه. في المفتاح الخامس اتكلمنا عن الفعل، قد ايه ان الانسان مش محتاج انه يقعد يتكلم ونقعد نتناقش ونقعد نتجادل ونقعد نتكلم اكتر ما احنا بنشتغل، لكن محتاجين فعل، يكون عندنا فعل، محتاجين يكون عندنا حركة. يعني نحول المعرفة ونحول العلم الى واقع ملموس نقدر نعيشه ونشوفه. اتكلمنا في المفتاح السادس عن التوقعات، قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نتوقع، ودايما نتوقع الافضل، دايما نتوقع الأحسن. سارة بتقول العقل الباطن هو المحرك لكل رغباتنا. عبده بيقول العقل الباطن يعني الحقيقة الكامنة اللي بيظهر فيها في لغة الجسد بدون قصد. محمد بيقول العقل الباطن هو مركز للعواطف والانفعالات ومخزن الذاكرة. محمود زايد بيقول العقل الباطن هو اللي أقوله في مخي، هو اللي يعمله فعلا، بمثال اني لو قلت اني غبي وانا ذكي هكون بالفعل غبي. طيب بالظبط، حلو. هبسطه لك اكتر كمان من كده. اسراء العقل اللاشعوري. عبد الغني تخزن المعلومات ونستدعيها في اوقات محدده بواسطه العقل الواعي. رشا الخطيب بتقول اللاواعي اللي شغال دائما. نهى انور بتقول ممكن العقل الباطن معناه اللي بيفكر في عقلي فيه الاقيه قدامي في الواقع حالا. لا مش هو ده بالظبط يا نهى. هنقول دلوقتي. مروه بتقول جزء من النفس العقل اللاواعي يتواجد فيه كل امنياتنا ورغباتنا. تمام يا مروه. احمد سمير بيقول بيسجل الافعال ويطلعها في وقت لزومه، بيطلعها بمساعده صاحب العقل. باسم بيقول بينفذ ما يعتقده العقل دون تفكير. الاميره بتقول العقل الباطن مجموعه افكار بنؤمن بيها وبنثق فيها وما بنقدرش ننفذها وتتخزن جواه. طيب يا جماعه بصوا، جميل، العقل الباطن يا شباب، العقل الباطن ده هو المحرك للإنسان. العقل الباطن ده هو اللي بيخليك تقدر وبيخليك ما تقدرش، تخليك قادر تنفذ أو تقدر تنفذ أو توصل للي أنت عايزه أو ما تقدرش. العقل الباطن ده هو اللي بيستقبل الرسائل، زي بالظبط كده لما نيجي نبعت لحد رسالة على الموبايل، هو العقل الباطن كده بالظبط بيوصل له رسالة من تفكيري. لما بوصل للعقل الباطن رسالة إيجابية بيحول الرسالة الإيجابية إلى فعل إيجابي.
يعني لو وصلت له مثلا اني اقدر اشيل ليه رغم حجمها التقيل، هو بيحرك كل طاقة الجسم وكل الشعور الإرادي واللا إرادي وكل الإحساس وردود الأفعال إلى إن الإنسان يقدر يعمل ده. إنما لما بوصل للعقل الباطن رسالة سلبية تعني إن الظروف صعبة والحياة صعبة والدنيا أصل اللي فيها والمشاكل اللي عندي والسلبيات اللي حصلت لي، ووصلت له رسالة سلبية، هيقود الجسم وكل الحواس والإحساس والمشاعر والعواطف إلى الإيمان بإني مقدرش. يبقى بالظبط كده العقل الباطن ده هو اللي بيقول أنا هقدر وأنا مش هقدر، اللي بيقول أنا إيجابي ولا مش إيجابي، أنا هحاول ولا مش هحاول، أنا هجرب ولا مش هجرب. علشان كده دايما محتاجين من النهاردة إن احنا نحول كل الرسائل اللي رايحة للعقل الباطن بشكل لا شعوري إلى الرسائل الإيجابية. دايما نقول أنا هقدر، دايما نقول انا هجرب، دايما نقول انا هعرف، دايما نقول انا هوصل. انما ما تقولش دايما مش هعرف ومش هقدر ومش هوصل وما بجربش وما بنجحش وما بحاولش والكلام اللي كله سلبية. طيب تعالوا نتكلم سريعا عن المفتاح السابع، مفتاح الالتزام. يبقى المفتاح اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي من مفاتيح العشرة للنجاح اللي احنا كنا بنتكلم عليها من البداية، بس ما هجاوب دلوقتي على كل الأسئلة، بس خلينا نخلص الأربع أو الثلاث مفاتيح اللي فضلنا من المفاتيح العشرة. نتكلم عن الالتزام، لأنه الالتزام هو الذي يفصل بين شخص، بين بني آدم والتاني. مثلا إيه، نروح منظمة أو مؤسسة أو هيئة حكومية، نلاقي الناس اللي فيها كلها مش ملتزمة، مش ملتزمة بمواعيد العمل، مش ملتزمة بالمهام الموكلة ليها، مش ملتزمة بالشغل اللي المفروض يخلصوه، ودايما الناس ما بتنجحش، ودايما سمعة الهيئات والمؤسسات الحكومية دايما وحشة عند الناس، لأنه دايما في نقص في الالتزام، دايما في نقص الالتزام ده دايما بيودينا لنقص في القدرات، وعشان كده دايما الناس دي ما بتنجحش، لأنه عندهم نقص في الالتزام. محتاجين نلتزم في كل حاجة في حياتنا، نلتزم حتى ما بيننا وما بين نفسنا، نلتزم دينيا أخلاقيا، نلتزم في العمل، نلتزم في الدراسة، نلتزم مع الأصدقاء مع الزملاء، نلتزم ما بيننا وما بين ما بيننا وما بين أفراد الأسرة الواحدة، نلتزم ما بيننا وما بين الجيران والأشخاص المحيطين بينا وبين الشارع اللي احنا عايشين فيه، كل الناس اللي ليها علاقة بيني وما بينها، أو العلاقة ما بيني وما بين أي حاجة بعملها، لازم أكون ملتزم، لازم يكون عندي ضمير، لازم يكون التزامي ده التزامي ده نموذج كوني إنسان مختلف، كوني إنسان عنده ضمير ملتزم في كل حاجة بيعملها في شغله وفي حياته في دراسته في بيته في أسرته في كل حاجة. كل العظماء، كل الناس اللي نجحت في حياتها كان عندها من أهم الأسباب اللي هم كانوا بسبب الكلام ده نجحوا، هم انهم كانوا بيقاوموا كل العقبات وكل الحاجات السلبيات اللي كانت موجودة، علشان هم ملتزمين بان هم يكونوا انسان ناجحين، ملتزمين بان هم يحققوا اللي هم عاوزينه، ملتزمين ان هم يثبتوا صحة نظرياتهم، يثبتوا صحة كلامهم، ان هم يخوضوا التجربة وانهم يحاولوا. ما يقولولناش بقى ان هو بسبب الظروف وبسبب البيئة وبسبب المجتمع وبسبب، لكن الالتزام هو القوة اللي تخلينا نستمر حتى بالرغم من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون ظروف صعبة مرت علينا كلنا، كل واحد في حياتنا مر بظروف صعبة، لكن الفرق بين شخص والتاني، بين إنسان والتاني، هو إنه في إنسان قاوم الظروف الصعبة دي إن هو يحقق الهدف اللي هو بيسعى ليه، وفي إنسان ما التزمش وما عهدش نفسه ان هو يكون انسان افضل. علشان كده دايما الالتزام من اهم الحاجات ومن اهم العوامل اللي بتكون موجودة في الانسان الناجح. دايما تلاقي الناجح معروف بالتزامه تجاه عمله وتجاه بيته وتجاه اسرته، تجاه زملائه واصدقائه، تجاه كل فرد من افراد عيلته والاسرة والاشخاص والدايرة اللي محيطة بيه، سواء كانت الدايرة دي من الناس القريبين منه او من الناس اللي بيتعاملوا معاه
بشكل مباشر او غير مباشر. التزام بتحقيق الهدف، اكون ملتزم بالهدف اللي انا حاطه لنفسي دي إن لنفسي اني اوصل له. يعني لو حطيت هدف ليا اني اكون ناجح في مجال الهندسه قسم معين، زي اللي كان بيقول هو في هندسه قسم كهرباء مثلا، والتزم ان هو عنده هدف في مجال لازم يكون لازم يحققه. التزامه بتحقيق الاهداف ده من اهم انواع الالتزام القوي اللي بيخلينا اشخاص مؤثرين قادرين ان احنا نوصل للهدف اللي احنا بنتمناه. التزم كمان في اي شغل بتعمله، دايما حاول تطلع افضل قدر ممكن من الطاقة علشان تطلع دايما افضل شغل ممكن بافضل طريقة ممكنة كان ممكن يطلع بالعمل اللي انت بتقوم بيه ده. التزم كمان بمساعدة نفسك ومساعدة غيرك. زي ما الناس اللي موجودة دلوقتي معانا في ملتقى الدارين وبيعملوا لكم المحاضرة دي بالمجان، هم ملتزمين بينهم وبين نفسهم لأن هم ليهم دور اجتماعي، ليهم دور قادرين إن هم يقوموا بيه من خلال الجمعية أو من خلال تواجدهم في أي عمل. حاول تتواجد دايما في أي عمل يساعد الناس، يساعد اللي حواليك. ما تساعدش بس نفسك، لا ساعد كمان اللي حواليك، علشان مساعدتك للغير دي من اهم الصفات اللي موجودة في الاشخاص الناجحين. دايما اللي بيساعد بيساعد نفسه بيساعد غيره، علشان بيلاقي في مساعدة غيره دي التزام بالنجاح لنفسه. طيب المفتاح الثامن اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في وقلناه في الأول خالص من المفاتيح العشرة للنجاح هي المرونة. لازم الإنسان يكون عنده مرونة، لأنه إذا ما كانش عنده مرونة مش هيكون عنده الحكمة اللي بيها يكون شخصية لينة، يعني يقدر يعرف إمتى يتصرف بشدة وإمتى يتصرف بهدوء، إمتى يتعامل مع الموقف بقوة وإمتى يتعامل مع الموقف بلين ومن الضعف. يعني الإنسان اللي هو عنده مرونة وعنده لياقة بيقدر يستخدم الأسلوب الأمثل في المكان الصح، دايما بيحاول إنه يستخدم أفضل طريقة ممكنة للوصول للهدف، دايما بيحاول يستخدم أفضل طريقة ممكنة للمعاملة أو للتعامل مع الآخرين، بيحاول ان هو يزيل العقبات من خلال طريقته، من خلال اسلوبه، من خلال الكاريزما اللي موجوده عنده. ان شاء الله هنحاول نعمل قوه الشخصيه والكاريزما ان شاء الله في المرات اللي جايه بعد كده. بيحاول ان هو يعد قائمه بالاهداف اللي موجوده عنده ويشوف ازاي يوصل ليها، بس يوصل ليها بالطرق اللي يقدر من خلالها انه ما يجيش على حد، انه ما يطلعش على حد، انه ما يستغلش حد، انه هو ما يستخدمش حد باسلوب غير لائق. يحاول ان هو من خلال المرونة ان يكون عنده لياقة في التعامل مع الناس، لياقة في العمل، لياقة في الدراسة، لياقة مع الاصدقاء، مع الزملاء، مع في بيته ومع اسرته. دايما بيكون عنده مرونة ولياقة في كل حاجة بيعملها، ويحاول يستخدم افضل كلام ممكن في افضل وقت ممكن عشان يوصل افضل معلومة ممكنة ليه وللي حواليه. طيب المفتاح التاسع الضروري والمهم جدا اللي لازم يكون عند كل واحد فينا هو الصبر، لان الصبر هو مفتاح الفرج، الصبر هو مفتاح الخير. المشكلة اللي دايما بتقابلنا ان احنا ما بنصبرش، يعني مثلا لو واحد فتح مشروع وما نجحش من اول مرة، من اول مشكلة يقول لك المشروع فشل، المشروع ما نجحش، انا ما قدرتش، انا مش هوصل، مش هعرف اكون كده. يفتح الكتاب يلاقي مثلا اول صفحة فيها كلام صعب ومش فاهم، يقول لك الكتاب كله صعب. وممكن في ناس بتبطل تذاكر بسبب انها تشوف ان الكتاب كبير، او بسبب انها تشوف الصفحات كتير، او تلاقي ان في الصفحة الاولانية الكلام كتير. يعني خلي دايما عندنا صبر وقدرة على التحمل في اي موقف، اصبر على البلاء، اصبر على المشاكل، اصبر على كل الحاجات اللي انت بتمر بيها من صعوبات، لانه كلنا بنمر بالصعوبات دي، كلنا بنمر بالمشاكل دي، كلنا لازم هنمر بيها. طول ما احنا عايشين هنقابل، هنصادف، وهنفضل طول عمرنا نقابل، بس لازم نقابل بالصبر، لازم نقابل بالتحدي، لازم نقابل بالإصرار. لكن لو قابلنا بالاستسلام
وبال يعني بالإحباط وباليأس. دايما كل مرة هيحصل فيها مشكلة هتقابل الموضوع بالشكل ده هتحس دايما ان انت مش قادر تحقق اي حاجة. عايز اسألكم كده، مين فيكم فتح مشروع مثلا او بدأ ان هو يحقق فكرة او يعمل حاجة معينة وبعدين حصلت له مشكلة وتوقف فورا على ان هو يكمل فيها نتيجة ان هو ما قدرش يصبر؟ حد يقول لي كده مشكلة او حد يقول لي حاجة كان بيعملها وبعدين ما صبرش ومستناش، ولما ما صبرش بسبب ان هو ما صبرش ده خسر كتير، وبسبب ان هو ما استناش حس ان هو فاته كتير قوي وغيره سبقه في حاجات كتير. قول لي يا ميرو، ايه الحاجات اللي ما صبرتوش فيها سببت الموضوع ده؟ ميرو بيقول كنت اخدت كورس اكسسوارات وعملت بتقول كنت اخدت كورس اكسسوارات وعملت بروجكت كده ولما منجحش ما كملتش. رشا بتقول جربت اكتر من مرة حفظ القرآن وحسيت بالفشل. صعبة كده، صعبة جدا كلمة الاحساس بالفشل دي يا رشا. بسمة انا بيجي لي احساس بعد ما بصبر بعدم بيجي لي احساس بعدم الصبر، بس بكمل وانا محبطة. محمد حاول تاني. سارة انا بيحصل معايا مثلا يعني تعليم برنامج معين ولقيت فيه معوقات وانا بتعلم، بس بقعد فترة محبطة وبترجع لي العزيمة تاني. احمد بيقول انا ما عنديش قوة الصبر عشان اكمل. عبد الغني بيقول فكرت كتير في القيام بمشروع تجاري بعدين تجاري لكن ما اصل طيب. ماهر بيقول مثلا حضور المحاضرات في الكلية ما كنتش بصبر عليها من طولها وكترها في السنة، وفي السنة دي لم أوفق ولما صبرت واستحملت نجحت بتقديرات عالية جدا في باقي السنين. يا ماهر هو ده اللي أنا بتكلم عليه بالظبط. باسم بيقول ببدأ حاجات كتير وما بكملهاش. عبده احنا لو ما حسيناش بإحساس الفشل مش هنحس بطعم النجاح. ممتاز يا عبده. عاشقة الفردوس بتقول كانت في مبادرة على مستوى الوطن فزت بيها. الحمد لله ما شاء الله. ربنا يوفقك. محمد اشتغلت في مجال كسبت في خلال شهرين 11,000 جنيه لأنه عمل موسمي وقمت بتوسع السوق وبحثت في السويس والنوفية أسواق متعددة وطبعا طريق تجار صغار كنت مدهم، ولكن الآن أعمل أن يكون عمل طوال العام وهو منتج من منتجات الألبان. ربنا يوفقك يا محمد إن شاء الله، بس زي ما احنا بنقول الصبر. محمد كنت عاوز أحضر درس إيطالي ولكن لم يوجد بد نخلعه يا محمد. حتى لو عندك مشكلة وعندك أي حاجة أيا إيه هي التغلب عليها سهل، بس لازم يكون عندك الإرادة. زينب أنا كنت بدأت في البرمجة بدأت إيه في البرمجة وبعت برامج وبعدين السوق توقف شوية وبعدين سمعت إن حرام أشتغل ببرمجة مش أصل فتوقفت. بدل ما أحوش فلوس وأشتري برمجة مؤخرا وأرجع أشتغل، ودلوقتي أما حبيت أرجع تاني لقيت زمايلي بقوا مستواهم عالي وخبرتهم عالي. الصبر يا زينب برضه. جيهين جيهيني جيهان ماشي جيهان. أنا أستسلم عادة لكني سرعان ما أتدارك وأقف من جديد لكني أخشى الفشل كثيرا. في ناس يا جماعة من كتر ما بتخاف من الفشل ما بتحاولش تجرب. يعني في ناس تقعد تخاف إنها ما تنجحش، تخاف إنها ما تنجحش لدرجة إنها ما تعملش أي حاجة خالص عشان ما تنجحش. أميرة كنت بعطي دروس وما صبرتش عليها ويأست بسرعة. أحمد أنا بصبر جدا في المحاضرات بس بزهق بس بضطر إني أكمل المحاضرة. برضو بالصبر يا أحمد. أنا زهقت من الكلية لأنها مش حلمي. أحمد أنا دخلت الجامعة أول سنة وطلعت بمادتين بس في الآخر طلعت بتقدير عام جيد. أحمد كتير قالوا حول من الكلية والوقت. طيب عشان خاطر الوقت خلاص احنا يا جماعة عايزين نقول إنه الصبر على
كل شيء في حياتنا زي ما انتوا حكيتوا كده، حكيتوا حاجات ليها علاقة بالشغل وبالدراسة وبالأسرة وبحاجات كتير. الصبر على كل شيء أقدر من خلاله إني ما استسلمش، أقدر من خلاله إني أكمل. لكن إذا فضل عندي الخوف والقلق وعدم الصبر واليأس، عمري ما هقدر أتقدم، عمري ما هاخد خطوة لقدام طول ما أنا عندي دايما الشعور بإني مش قادر وإني مش عارف أكمل وإني. طيب، يبقى محتاجين جدا إن احنا ندخل معانا المفتاح الخامس، المفتاح التاسع، اللي هو الصبر، اللي من خلال الصبر أقدر أستنى وأصبر على كل حاجة من مشاكل أو صعوبات بتقابلني في حياتي علشان أوصل في الآخر لهدفي وأحقق اللي أنا بتمناه. المفتاح الأخير والعاشر معانا النهارده هو الانضباط، لأن الانضباط أساس التحكم في الذات. من خلال الانضباط أقدر أفضل أقدر ما بيني وبين نفسي أكون شخصية منضبطة في الفكر وفي التعامل وفي الأسلوب وفي الرغبات وفي النجاح وفي الواجب وفي كل حاجة. يبقى ضروري جدا اني اكون انسان منضبط. لكن ازاي اكون انسان منضبط؟ الافكار اللي انت قلتوها دي كلها من حيث الاهداف لازم ارتبها، لازم ارتبها حسب الاولوية، لازم اشوف هدفي، لازم اركز عليه، لازم اخد بالي منه، لازم انضبط في بيني وبين ذاتي. لو عندي مشاكل، لو مشاكل شخصية احاول اتجنبها، احاول اتغلب عليها. اذا كنت عصبي، اذا كنت بتعامل مع الناس بشكل سيء او مش قادر اتعامل او اتواصل مع الاخرين، اذا انا مثلا في عندي هدف او في عندي مشكلة محتاج اني اضبطها واني انضبط فيها علشان اقدر احس بالسعادة واحس بالصحة واحس بالنجاح. محتاج دايما اني افكر، اني استخدم مخي، اني استخدم عقلي، اني دايما احاول اني اربط بين السؤال اللي انت بتقوله يا محمود ده، الفرق بين الانضباط والالتزام، اربط بين الانضباط والالتزام. التزم بالهدف بتاعي وانضبط في تنفيذي ليه، التزم في الخطه اللي انا حاططها وانضبط في اني انفذها زي ما انا عاوز. اني احاول من خلال المفاتيح اللي احنا قلناها دي كلها من اول المحاضرة اللي بدأنا بيها واللي كنا بنتكلم فيها عن مفاتيح النجاح العشرة، المفاتيح اللي من خلال وجودها معايا واحتفاظي بيها والتزامي انها تفضل موجودة معايا، هيفضل دايما عندي الصفات اللي تفضل تخليني انسان ناجح بجد. اتكلمنا عن 10 مفاتيح مهمين، اتكلمنا عن الدافع، اتكلمنا وقلنا ان الدوافع شيء مهم جدا وتخلينا نقدر نعيش ونقدر نستمتع ونقدر نكمل. علشان يكون عندنا المفتاح التاني اللي هو الطاقة اللي اتكلمنا فيها بالطيل، وقلنا ان الطاقة هي الحماسة اللي بتقدر من خلالها تكون بداخلي موجودة جوايا تخليني يكون عندي الإصرار والالتزام بالنجاح. اتكلمنا عن المفتاح التالي وقلنا فيه كلام كتير، وقلنا ان المهارة ضروري انها تكون موجودة فيا تميزني في مجالي عن اي حد تاني بينافسني في نفس المجال، او تميزني ما بيني وما بين كل الناس اللي محيطين بيا وموجودين معايا. اتكلمنا عن المفتاح الرابع اللي هو كان التصور، اتكلمنا انه وقلنا انه من خلال التصور ومن خلال التخيل والاحلام اللي احنا بنعيشها نقدر من خلالها ان احنا نكون شايفين نفسنا فين قدام، نكون شايفين نفسنا فين بعد كده، شايفين نفسنا فين من خلال حلمنا. اتكلمنا عن المفتاح الخامس وقلنا انه الفعل ضروري، مش بس كفايه ان انا اعرف واني اقرا واني اتعلم، ضروري جدا اني احول كل المعرفه دي الى فعل. عشان كده قلنا انه المفتاح الخامس من مفاتيح النجاح هو الفعل، اني احول المعرفه الى فعل. في المفتاح السادس اتكلمنا عن التوقعات، وقلنا ان دايما تفائلوا بالخير تجدوه، ودايما اتوقع الايجابي ما اتوقعش السلبي، دايما اتوقع الخير ما اتوقعش الشر، اتوقع دايما اني اكون انسان افضل، اتوقع دايما اني اكون انسان احسن، اتوقع دايما ان المشاكل بتاعتي هتتحل لان مصيرها في يوم هتيجي وهتتحل. اتكلمنا في المفتاح السابع عن الالتزام، وقلنا انه ضروري جدا اكون شخصيه ملتزمه ما بيني وما بين نفسي وما بيني وما بين اللي حواليا والناس اللي موجودين والمحيطين بيا، سواء كانوا في اسرتي او في عيلتي او في شغلي او في دراستي او مع اصدقائي ومع زمايلي ومع اصحابي. اتكلمنا في المفتاح الثامن عن المرونه، قلنا انه لازم يكون عندي لياقه ولازم يكون عندي
ليونة في التعامل، وليونة في الكلام، مع حل المشكلات ومع التعامل مع الناس، مع الشخصيات بجميع أنواعها، مع المشاكل أيا كانت، مع الصعوبات مهما كانت. اتكلمنا عن الصبر في المفتاح التاسع، وقلنا إنه الصبر ضروري جدا، لازم أكون إنسان صبر، لازم أستنى ولازم أصبر ولازم أوصل للهدف بتاعي، محتاج مني شوية صبر، محتاج مني إني أستنى شوية، محتاج مني إني أكون إنسان صبور علشان يكون عندي الحكمة اللي أقدر بيها أواجه أي مشكلة عندي مهما كانت إيه. المفتاح الأخير عن الانضباط، وقلنا إن الانضباط هو المكمل للالتزام، إني لما أكون ملتزم بهدف معين أو بحلم معين عايز أحققه، أنا ملتزم بيني وبين نفسي إن أنا أوصل له وأحقق له أحققه، وفي نفس الوقت منضبط في كل طريق بمشي، في كل ناس بتعامل معاها، في كل صعوبات أو كل مشاكل بتقابلني منضبط في حلها، بفكر فيها بحكمة وبفكر فيها بعقل. إحنا كده اتكلمنا عن المفاتيح العشر للنجاح، الصفات الضروري والمهم انها تكون موجوده في اي شخص بيسعى انه يكون ناجح. المفاتيح والصفات دي مهمه جدا وضروريه علشان خاطر اقدر اواجه الحياه، اقدر احقق الاهداف، اقدر اوصل للطموحات، اقدر اوصل للاحلام اللي انا بتمناها. استمتعت معاكم النهارده بالمحاضره، اتمنى تكونوا كلكم استفدتوا ان شاء الله بيها بالمفاتيح وبالصفات، ورب تكون موجودة في كل واحد فيكم إن شاء الله بعد المحاضرة، يحافظ على إن الميدالية بتاعته تفضل فيها المفاتيح دي إن شاء الله علشان يوصل للنجاح بإذن الله. لسه متابع معاكم إن شاء الله على صفحتي على الفيسبوك، facebook.com/islamosama.official. لو في لسه حد عنده أسئلة أو عنده مشاكل أو عنده حاجات عايزين نتواصل ونتكلم فيها مع بعض بإذن الله، لسه مكمل معاكم. أشوفكم إن شاء الله في محاضرة جديدة بإذن الله في التنمية البشرية، نتكلم عن مهارة جديدة، نتكلم عن موضوع جديد إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.